مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وكلمه اخيره. النهارده الرئيس السيسي افتتح مصنعين لانتاج الغازات الطبيه والصناعيه ومحطه لتوليد الطاقه الثلاثيه بمجمع الصناعات الكيماويه بابو رواش. والحقيقه كانت له تصريحات مهمه على هامش هذه الافتتاحات، تحدث فيها عن اوضاع الاقتصاد، عن الافراجات الاخيره اللي اعلن مجلس الوزراء عنها بالامس وناقشناها، افراجات عن السلع اللي كانت مكدسه في المواني وفي جزء تاني سيتم الإفراج عنه كما قال السيد رئيس الوزراء بالأمس. تحدث أيضا الرئيس عن صندوق قناة السويس وأهميته، وأيضا عن صندوق دعم الأسرة الذي يوجه به الرئيس لوزير العدل في ضمن مناقشات قانون الأحوال الشخصية. والصندوق ده بيدعم حالات الأسر المتعثرة بعد الطلاق. هنتابع جزء من هذه التصريحات للسيد الرئيس، وأيضا تصريحات سيد رئيس الوزراء اللي اتكلم فيها على المدة القادمة للإفراجات، ويمكن ده يعني تفصيل أكتر لما صدر في بيانات الأمس، وأيضا ما قاله السيد وزير العدل عن مشروع القانون الأحوال الشخصية اللي يعني أسر كثيرة في مصر بتنتظره. أيضا في ساعتنا الإخبارية هنتابع بيان المركزي المصري اللي بيوضح فيه أسباب تقييد استخدامات بطاقات الائتمان، وبيشرح في بعض الممارسات الغريبة وغير القانونية اللي تمت مؤخرا، منها مثلا ان في حد استخدم كريدت كارد وديبت كارد عشان يطلع 55 مليون دولار. دي قصة غريبة جدا، طبعا غير انشاء الشركات في الخارج بهدف التهرب ونقل الشركات للخارج. يعني في عدد من الممارسات الحقيقة المقلقة لأقلاقة البنك المركزي، وبالتالي كان تقييد استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الديبت ايضا في الخارج. أما في النصف الثاني من حلقتنا، طبعا عندنا أخبار كتيرة أخرى، ولكن في النصف الثاني من حلقتنا والحقيقة أن بعد كأس العالم، العالم العربي ونحن أيضا في مصر بنسأل ماذا يجب أن نفعل لبناء منتخب كروي يليق بتاريخنا الرياضي، خاصة بتاريخ مصر الرياضي. منتخب يقدر يصل لكأس العالم، يقدر ينافس، ازاي نقدر نعمل مشروع، يكون لدينا مشروع كروي يقدر يعني ينتج جيل جديد يستطيع ان يحترف في الخارج منذ الصغر، ويكون عندنا دوري منضبط ودوري قوي. هو ده سؤالنا، كيف نبني فريقا ومنتخبا ونبني قاعدة كروية سليمة في مصر؟ لما كنا بنتفرج على كاس العالم ونرجع نتفرج على الدوري المصري ولا الكاس المصري، الحقيقة كنا بننزعج جدا ونشعر ان احنا بنلعب لعبة تانية غير اللعبة اللي كانت موجودة في كاس العالم. هيكون معانا الكباتن الكبار كابتن وليد صلاح الدين، كابتن جمال حمزة، وايضا الناقد الرياضي ياسر ايوب. يلا نبتدي الحلقة. إذن افتتح السيد الرئيس النهاردة مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة لتوليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش في محافظة الجيزة. وأيضا والحقيقة أن الرئيس تحدث على هامش، طبعا هذا المجمع هو تابع لشركة الناصر للصناعات الكيماوية الوسيطة، وبيضم 21 مصنع لإنتاج الكيماويات والغازات الطبية والصناعية وخدمات الغاز والمبيدات الحشرية والأسمدة، وبيقع على مساحة 250 فدان. رئيس اتكلم كالعادة على هامش هذه الافتتاحات، والحقيقة ان هذا الكلام بيبقى مهم لانه بيشرح فيه حاجات ساعات الحكومة ما بتقدرش بشرحها، برغم الحكومة بتطلع بيانات كتيرة، لكن برضو الرئيس لما بيشرح حاجات بيفسرها بشكل اكثر بساطة يمكن واكثر تبسيطا للمواطن العادي. في معرض حديثه بقى عن الصناعة، طبعا اكد اهمية الصناعة واهمية توطين الصناعة
تشغيل الأيدي العاملة وأهمية الإسراع بالمشروعات ذات الأولوية اللي وأوصى الحكومة والقطاع المصرفي أيضا بتوفير الاعتمادات للقطاع الصناعي في المرحلة القادمة، وقال إن مثلا قطاع زي الأسمدة مثلا توفيرها في السوق يعني استقرار أسعارها، وأكد إن الدولة حافظت على أسعار طاقة مناسبة لقطاعات الصناعة والأسمدة وكمان الكهرباء وباقي المواطنين. والحقيقة إنه الناس ما كانتش ممكن تستحمل لا الصناعة ولا المواطنين كان ممكن يستحملوا رفع الأسعار بضعفين أو ثلاثة زي ما بيحصل برة، أو إنها تتباع بالأسعار العالمية. قال اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا مش حاسين بارتفاع الاسعار، او ان احنا كمواطنين وبني ادمين عاديين مش حاسين ومسؤولين مش حاسين ان الاسعار بتمثل عبء وحمل على الناس، ولكن نحن نفعل اقصى ما نستطيع ل يعني تخفيف العبء عن الناس. نسمع جزء مما قاله الرئيس. احنا النهارده لو الاسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في المدخلات الزراعه. انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهارده المنتجات الزراعيه ديت او المواد الغذائيه بتاعت الناس تزيد ثمنها مرتين ثلاثه؟ هو مين يستحمل ده؟ مين يستحمل ده؟ بس خلي برضو بالكم وان البلد الى حد ما كيف هتقدر تجابه الاستمرار الحاله ديت لسنه ولا اتنين جايين ما مش عارفين هتخلص امتى، وهي ماسكه بتعمل بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش، بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش. انا بقول الكلام ده للمصريين كلهم ان انتوا لازم تكونوا عارفين، اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا احنا مش حاسين كبني ادمين وكمسؤولين ان الاسعار حمل على الناس. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد. لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده. انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرايح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما حدش بيجيب حاجه من جيبه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني. لكن ده من قدرة البلد. فأنا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لأن ألاحظ إن بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة إن احنا نعلي الأسعار شوية نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه إن احنا حرصنا على الناس وإن احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في أكل وشرب. فيما يتعلق الحقيقه باسعار الطاقه، ما هو لازم برضو نبص على اسعار الطاقه في الخارج وكيف تحملها المواطن، وعشان كده الوضع مضطرب جدا في اوروبا. في بريطانيا مثلا زادت فاتوره اسعار الطاقه على المواطن حوالي 80%، 80% فاتوره الكهرباء، فاتوره الغاز، لانه الغاز مهم بالنسبه لهم عشان التدفئه. احنا عندنا يعني ابتدينا نشوف ناس بتروح تقعد في اماكن معينه علشان التدفئة بقت ضعيفة. في ألمانيا التدفئة تم تخفيفها بسبب أزمة الطاقة، فبالتالي ما بندفيش غير لدرجة حرارة 19. يعني في وضع سيء جدا في العالم كله. فهنا الرئيس بيقول إن احنا متحملين، وده فعلا هنشوفه في زيادة الدعم، في زيادة الدعم. يعني لما تطلع كده موازنة الموازنة بتاعت السنة الجاية هنشوف زيادة دعم الطاقة، برغم ان في مثلا البنزين، مثلا بنزين 95 ده المفروض ان هو محرر تماما، لكن
خلاص بقى في زيادة في الدعم في كل القطاعات، لأنه الأسعار دي مش هي الأسعار الحقيقية رغم ارتفاعها سواء في البنزين أو السولار أو غيرها، لكن هي دي ليست الأسعار الحقيقية، وكمان حتى الأسعار بالنسبة للصناعة. رئيس أيضا اتكلم وطلب من رئيس الوزراء أنه يتكلم على الإفراجات في المواني، وقال له اشرحوا للناس ازاي حصل افراجات، لان امبارح مثلا كان في يعني كان بالنسبه لنا خبر مفاجاه الحقيقه انه حصل بالفعل افراجات ب 5 مليار من 1 ديسمبر ل 23 ديسمبر، ده خبر ما كناش نعرفه ما عرفناهوش من اول الشهر. فالرئيس طلب لا، لما يحصل افراجات في المواني من فضلكم خلوا الناس تعرف، خلي الناس تعرف التفاصيل. هنسمع في المقطع ده تفصيل مش يعني شرح مفصل من رئيس الوزراء اللي بيشرح بقى ماذا عن القادم. يعني في 5 مليار خرجت طبقا لبيان المجلس الوزراء. طيب ماذا عن القادم؟ القادم ده اللي هو يعني احنا كنا بنتكلم امبارح على 9 مليار منهم 3.5 حاجات مش لازم تطلع، يعني ممكن حاجات يعني قمح في الصوامع، زيوت ما تطلعش في آنها، فممكن 3.5 او جزء يعاد تصديره، سب يعني حاجات ممكن ان تبقى. فبالتالي ادي 9 فاضل 6.5. النهارده رئيس الوزراء اتكلم عن ضرورة الإفراج أو أولوية الإفراج عن 4.5 أو 4.5 مليار من البضائع، وكنا فاكرين إنها مثلا شهر، لكن النهاردة رئيس الوزراء شرح بشكل مفصل أكتر إنه ده هيتم الإفراج عنه من في غضون 3 لـ4 أشهر. والرئيس علق هنا وقال إنه إحنا مستمرين في هذه المجهودات، الناس مسكت في الدولار شوية لكن إحنا كمان معانا دولار. نسمع هذا النقاش، يعني جزء وكلام رئيس الوزراء ثم نقاش السيد الرئيس. لغاية فترة يعني أيام قليلة إن اللي موجود في المواني من 15 لـ16 مليار دولار بضائع. الرقم ده فعلا كان موجود لغاية آخر نوفمبر، الرقم بهذا الحجم. احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقه مع البنك المركزي ومع البنوك كلها القطاع المصرفي على تامين او الافراج عن اكبر عدد من هذه البضائع على مدار الشهر. ففعلا من يوم 1 ديسمبر ليوم 1 من 23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضائع. الاهم حضرتك احنا حاصرين دلوقتي المتبقي يعني لغايه امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في المواني. ولكن الاهم اللي هم هنقدر نقول عليهم جاهزين ان هم يخرجوا واللي ليهم اهميه واللي ده اللي اتفقنا عليه مع كل الجهات بما فيهم اتحاد الغرف واتحاد الصناعات عشان الاربع شهور القادمين طبعا بما فيهم شهر رمضان، هم في حدود الاربع مليار دولار واربعه ونص. ده بخلاف ان الباقي برضه حاطين له الخطه ان هو يخرج، لان احنا مش عايزين نوقف المصانع بتاعتنا ولا نقلل او نبطئ عمليه طبعا الانتاج في خلال الفتره القادمه. في اطلاق اول قافله شاء يتم الافراج عنها نبقى موجودين هناك بالنسخ يا فندم ونقول بيانات اكتر للناس ان شاء الله يا فندم. انا بس عايز اطمنهم ان احنا لما قلنا ده ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا ننفذ الالتزام ده. احنا بنتكلم على مليارات كتير من الدولار. بالظبط. بنتكلم على ايه؟ مليارات كتيره فعلا. فالناس مسكت في الدولار شويه لكن لا باس. احنا برضه معانا دولار. يبقى انا طمنتكم على موضوع المستلزمات زي ما اتفقنا دكتور مصطفى، وارجو ان احنا نطلق هذا الامر يعني بتغطيه اعلاميه ومناسبه الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني خلال الفتره القليله اللي هو يومين ثلاثه الاسبوع اللي جايين دول، عشان نبقى يعني الحمد لله انهينا المشكله دي. وده كلام مهم ان احنا نعرف انه ان المواطنين يعرفوا انه فعلا في حاجات بتخرج. يعني احنا فوجئنا بالخمسة مليار مثلا دي، ما هو ما حدش يعرف، احنا كنا بنسمع بس انه العلف ما عندهم ما بيخرجوا لهم شيء، انه كذا ما بيخرجش، انه السلع اللي هي الاساسيه. والحقيقة انه الحكومة لما بتعلن بتعلن عن حاجات صغيرة ما بتعلنش عن حاجات كبيرة، فطبعا كانت مفاجأة بالنسبة للجميع ومفاجأة سعيدة ان في 5 مليار خرجت في 23 يوم، غالبا معظمها في الجزء الاخير يعني من الشهر، لكن ده موضوع مهم. ايضا الرئيس اتكلم على صندوق قناة السويس اللي اثار جدل واسع، وقال
احنا شرح طبعا قصة الصناديق الخاصة او الصناديق اللي هي استثمارية التابعة لعدد من الجهات والهيئات، وازاي انها مثلا كانت موجودة في وزارة الاسكان وموجودة في وزارة الصحة عشان دعم التأمين الصحي. وقال برضو يمكن اللي كان لازم نعمله ان احنا نشرح للناس قبل ما نروح البرلمان، ما هو برضو ده مهم ان احنا رحنا راح البرلمان الصندوق، فطبعا بتبقى مفاجأة، فبيبقى في اسئلة كتيرة جدا والناس بتقلق، وهذا قلق مشروع. نسمع ما قاله الرئيس عن صندوق قناة السويس. خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانة قانونية في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه، طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. اجهزه الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه. انا النهارده زي ما انت جبت يا فريق اسامه لما بكلمه قلت له انت ليه ما جبتش رجال الصحافه والاعلام وشرحت لهم الموضوع؟ مش بعد ما نخش البرلمان يا دكتور، لا قبل. ليه؟ الناس عايزه تعرف وعايزه تطمن وعايزه ان ما يكونش في حاجه غلط بتتعمل او في حاجه هتبقى غلط. وبعدين احنا مش هنقول ان ابدا ان كل من تكلم ممكن يكون عنده يعني مغرض ولا حاجه او اشاعه. في ناس خايفه، وخايفه من ايه؟ ما هو الخوف بقى سمه موجوده عندنا، موجودة عندنا، مش مصدقين ان احنا نقدر نعمل. لا احنا نقدر نعمل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعمل وهنعمل وهتشوف. لو انت النهاردة جيت عملت طرحت شركة قناة السويس في بورصة للمصريين فقط، للايه يا دكتور؟ للمصريين فقط، عشان نبقى كلها اللي حاسس يعني الناس اللي هتشتري الاسهم دي من المصريين بس. انا في فرق ان اقول ان القناه دخلها كده وان انا اقول في اموال سايله في البنوك 200 300 مليار جنيه. من المناقشات ايضا اللي دارت مناقشه حول مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد. هذا المشروع كان السيد وزير العدل المستشار عمر مروان كان تقدم للسيد الرئيس منذ ايام، وكنا ناقشنا ده يعني ملامح كده المشروع، حوالي 188 ماده تم الانتهاء منها. وزير العدل مره اخرى تحدث عن ملامح هذا المشروع النهارده، وفي فقره اخرى تحدث فيها الرئيس وطالب بالصندوق وهنعمل ايه في صندوق دعم الاسره. الحقيقه برضو ده نقاش مهم. نسمع جزء مما قاله او من عرض السيد وزير العدل لملامح مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديده اللي كل الاسر المصريه بتنتظره. ايوه يا فندم، احنا زي ما تشرفنا بالعرض على فخامتك من يومين ملامح المشروع بصفه عامه، لكن الاحكام التفصيليه بيتم الانتهاء منها على مدار الشهر القادم ان شاء الله. اول ما تنتهي على طول هنبدا في طرحها للحوار المجتمعي، هندعو اليه كل فئات المجتمع ونقعد ونطرح الاحكام اللي وضعت والاساس اللي بنيت عليه، سواء اساس علمي احصائي راي فقهي، كل الاراء الاحكام اللي وضعت في نصوص القانون هتطرح واساندها ايه، سواء من الناحيه العلميه او من الناحيه الاحصائيه او من الناحيه الشرعيه. في النقاط خدنا فيها الموافقه واهمها اللي هو توثيق الطلاق. توثيق الطلاق واردين موافقه الازهر واردين موافقه الاوقاف واردين موافقه الافتاء مكتوب وموقع، فبالتالي مطمئنين تماما الى كل الاحكام اللي موجوده في مشروع القانون. وايضا الرئيس يعني ناقش هذا الامر مع وزير العدل، واتكلم على صندوق دعم الاسره المصريه في الاوقات الصعبه، وقال انه يعني راجل وست ممكن يتخانقوا وسط الطلاق، وفي النهايه الاطفال هم اللي بيعانوا، فماذا عن الصندوق وكيف يمكن ان ندعم هذه الاسر وندعم الاطفال، لان هم دول اولاد في النهايه، اولاد هذا البلد. نسمع جزء مما قاله الرئيس. هيبقى صندوق دعم الأسرة المصرية. هذا الصندوق بيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة زي اللي سيادتك تفضلت بيها كده.
طب الدعم بتاعه هيجي منين؟ سيادتك تفضلت ان الحكومه هتساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجين. حضرتك جاي تتجوز؟ حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه. مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده. مش كده ولا ايه؟ ايوه يعني بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي وتقعدوا تتخانقوا على الشبكه وعلى الفرش، فتيجي بقى الموضوع ده لا لا ده كتير، لا مش كتير. وانا كدوله اتفقت مع الدكتور مصطفى لو مليار هنحط مليار، مليارين هنحط مليارين. خلونا نحاول يعني نفهم أكتر ماذا يحدث في قانون الأحوال الشخصية أو مشروع قانون الأحوال الشخصية. معنا على الهاتف سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل. لكن قبل ما أحييك يا سيادة المستشار، مساء الخير الأول. مساء الخير يا أستاذ لمين. لازم أقول وأعترف أنه يعني أنا كنت قلقة من هذا المشروع بقانون، وكنت قلقة من تشكيل اللجنة، ولكن ملامح المشروع الأولى التي عرضت على السيد الرئيس هي الحقيقة ملامح ممتازة، ملامح مبشرة، ملامح يعني يبدو أنها يعني بتصيب كبد المشكلة. فتمنى أن باقي المشروع لما نشوف مسودته النهائية تكون بنفس كده يعني جودة الملامح وبنفس يعني قدرتها على حل المشاكل. انا بشكر سيادتك، وزي ما قلت لحضرتك ان دي لجنه متخصصه وعلى اعلى مستوى، والحمد لله قدرت ان هي تكون عند مستوى حسن الظن بيها من خلال الملامح العريضه اللي انتجتها وعرضتها على فخامه الرئيس من ايام قليله. الملامح المشروع طبعا احنا هنتكلم في خطوط عريضه الملامح. في طبعا كان اول حاجه ان احنا لازم نوحد كل الاحوال الشخصيه في قانون واحد، لان كانت مبعثره في حوالي 6 قوانين فاحنا جمعناها في قانون واحد. وسياده الرئيس وجه قال خلوا الصياغه بتاعتها تبقى مبسطه بحيث اللي يقراها من غير المتخصص يقدر يفهم هي بتقول ايه. وبالفعل احنا قايمين على هذا التوجيه بنعمله حاليا. الاحكام الموضوعيه اللي بتحطها اللجنه دي قايمه على اراء علميه بحته. يعني ما فيش فيها راي شخصي او تجربه شخصيه او هوى ابدا. كل اللي محطوط فيها من احكام بيستند يا على راي طبي او علماء اجتماع او علماء اكتواريين ماليين او الفقه الاسلامي من رجال الدين الاسلامي. فدي اول ملمح في القانون. الحاجه الثانيه فيه انه بينظم احكام جديده في موضوعات جديده ما كانتش منظمه قبل كده في قانون الاحوال الشخصيه. مثلا زي مسائل الخطبه يعني. برضو الحاجه الثالثه ودي المهمه ان القانون بيصاغ ويضع قواعد لحماية الأسرة المصرية ويضمن أنها تقوم على أسس سليمة ومتماسكة حتى تستمر على هذا المنوال. إيه بيضمن سلامة الأسرة المصرية إزاي؟ من أول الزواج بنقول لازم يبقى فيه كشوف طبية. كشوف الطبية دي ليه؟ الناس تبقى عارفة الظروف بتاعت كل طرف. يعني حد لسيادتك مثلا لو نفترض في طرف ما عندوش قدرة على الإنجاب. نعم. طيب وممكن لما يبان كده ممكن الطرفين يقبلوا. وممكن طرف يقول لا مش هقبل الطرف الثاني. نعم. يبقى احنا منعنا مشكلة من البداية. بدل ما يدخلوا ويتجوزوا ويعملوا مشاكل. صحيح. يبقى احنا منعنا مشكلة من البداية. طب الطرف اللي ما عندوش قدرة على الإنجاب ده هتبص تلاقيه بيدور على طرف اخر ما عندوش قدره على الانجاب والاثنين يعيشوا حياتهم مع بعض. يعني مش هتبقى مشكله. فاحنا عايزين نبدا من البدايه، بدايه الحفاظ على الاسره من بدايه الزواج نفسه. طيب ونيجي بقى للطلاق. احنا لقينا اول سنتين طلاق فيهم هم اكتر سنتين فيهم طلاق. هيبقى في محاولات جديه من خلال قاضي لمحاوله الاصلاح
ويبقى الطلاق في الفترة دي السنتين الأولانيين أو الثلاثة زي ما المشروع وضع، يبقى بيخلي هنا الطلاق بإذن من القاضي مش بنمنعه. لو الطرفين أصروا أو القاضي ما قدرش يعني يوفق، ده في أول سنتين بس سيادة المستشار. أول ثلاث سنوات. إحنا مش عايزين برضو يبقى، لأن بنلاقي حالات طلاق لأسباب كان ممكن تتحل، والتسرع بقى وبيبقى فترة شباب والتسرع وبتاع، لكن لما الناس تقعد كده وتهدى شوية بتلاقي أمور كتير اتحلت. عندنا برضو الصندوق، طب لو وقع طلاق وفي أطفال، الأطفال دول كانوا في مدارس، هل ما يطلعوا بالمدارس أو المدارس تقل؟ لا، سيادة الرئيس حريص جدا على الحتة دي بقى، الأسرة ما تختلش في حالة الطلاق، لازم مستوى الأسرة يبقى كما لو كان الأمور ماشية. ما ينفعش الولاد ينزلوا، ما ينفعش الولاد ما يكملوش تعليمهم، ما ينفعش الولاد ما يسكنوش في سكن لائق اللي زي السكن اللي هم كانوا فيه وهكذا. الحتة دي الصندوق إن شاء الله هيتكفل بيها. من ضمن الملف الواحد، أعتقد الملف الواحد ده مهم جدا. إن إحنا هتبقى ملف واحد أمام محكمة واحدة. ده مهم جدا يا فندم. من البداية، ده القانون برضو بينظم الحتة دي، إن الملف واحد قصاد محكمة واحدة. وإن شاء الله يعني تفاصيل المشروع هتبقى مرضية إن شاء الله لمعظم الأطراف إن شاء الله. حضرتك قلت النهاردة إنه الأحكام التفصيلية خلال شهر من الآن، هل ده معناه إنه مشروع القانون ينتهي صياغته خلال شهر يا فندم؟ أنا أقول لحضرتك، هي اللجنة ذات من صياغة الأحكام الموضوعية، نعم، وباقي لها الأحكام الإجرائية، لأن زي ما قلت لحضرتك إحنا هنخلي كل قانون الأحوال الشخصية قانون واحد سواء موضوعي أو إجرائي. نعم. وبالتالي هم خلصوا تقريبا الاحكام الموضوعيه، بس بيتم عليها مراجعات واعاده صياغه. الاحكام الاجرائيه هم اللي شغالين عليها في الفتره الجايه التفصيليه بقى. ودي يعني نتوقع متى سيطرح هذا المشروع بقانون للراي العام او للحوار المجتمعي يا سياده الوزير؟ يعني هم ان شاء الله ممكن يخلصوا خلال شهر، يبقى ممكن نقول بعديها باسبوعين بتاع يعني ان شاء الله. يعني ده معناه انه هذا المشروع بقانون يدخل، هنقعد قد ايه حوار مجتمعي؟ مثلا شهرين ثلاثه مثلا يا فندم؟ والله زي ما ياخد يا فندم، احنا هنعمل حوار مجتمعي واللجنه هتقعد، والمجموعه الاستشاريه للجنه، المجموعه العلميه اللي اللجنه جايباها هتبقى معاهم علشان يردوا على كل الاستفسارات. عايزين متزوجين، وعايزين حالات طلاق، وعايزين شباب، عايزين نسمع كل الناس. يجوا يقعدوا منظمات مجتمع مدني، الناس كلها تيجي وتقول آرائهم، لجنة تقول هي عملت إيه؟ وبنت الحكم ده على أساس إيه؟ والناس تاخد وتدي وتناقش معاهم، بس إحنا بنحط أحكام موضوعية على أسس علمية مش لحالات شخصية، يعني كل واحد يبقى عايز يفصل قانون أو نص قانوني لحالته هو لوحده، لا طبعًا، إحنا بنحط مشروع قانون للكل. مش لحالة شخصية أو لحد بعينه، لا. فدي إن شاء الله الحوار المجتمعي زي ما يقف، ما عندناش استعجال خالص. فنتوقع مثلا إنه يدخل البرلمان في الدورة دي اللي احنا فيها دي، اللي هي تنتهي في الصيف مثلا، ولا إيه فن؟ على حسب الحوار المجتمعي هياخد قد إيه. يعني احنا لو خلصنا في شهر اتنين حوار المجتمع هياخد مناقشات، وبعد كده يروح مجلس الوزراء، وإذا وافق عليه مجلس الوزراء يحال إلى مجلس النواب. حضرتك اتكلمت أيضا أمام السيد الرئيس إنه توثيق الطلاق أخذته في موافقة كتابية من الأزهر ودار الإفتاء، خلاص هذا الموضوع انتهى، يعني شرعا الموضوع ده منتهي. أيوة يا فندم، الموضوع منتهي شرعا، الإفتاء والأوقاف والأزهر الشريف ثلاثة، وكانوا بيجوا حضروا اجتماعات في وزارة العدل ووقعوا عليها، وأرسلوا لنا كتب كمان في هذا الشأن. موافقات مكتوبة سيادة الوزير؟ مكتوبة يا فندم، مكتوبة. نعم. عايزة أسأل حضرتك عن الصندوق بقى، من يدعم هذا الصندوق؟ يعني الصندوق ده هيروح لمين؟ فلوسه تروح لمين؟ طبعا هتروح للأسرة. لا شك، يعني دي
موجه للحفاظ على الأسرة ومستواها ما تتبهدلش أمام أي طارئ يعرض لها. التمويل منين ده المهم، والشاب الرئيس حريص إن لازم التمويل يبقى مستدام، مش الصندوق يجي بعد فترة ويفلت. لا، يعني احنا عندنا دلوقتي مشكلة ان بنك ناصر الاجتماعي عنده 350 مليون جنيه عجز، فاحنا عايزين نعمل مصادر تمويل تبقى تقدر تنهض بالمسؤولية اللي هيقوم بيها الصندوق. مصادر التمويل دي هتيجي منين؟ الاثنين اللي بيتجوزوا هيحطوا مبالغ زايده جدا على فكره، لا تمثل اي عائق. ايوه، لانه الناس انت عارف الجواز غالي يا سياده الوزير دلوقتي. لا ده بسيط قوي، مش حاجه مش لا توص يعني، حاجه بسيطه جدا. فلما يحطوا هذا التمويل الدوله هتحط قدام منه المثل، يعني العريس والعروسه الاثنين هيدفعوا. اي زي ما اتفقوا بقى هم، احنا عايزين مبلغ مبلغ صغير على فكره، يعني بسيط جدا، مش لا يشكل عائق امام اي مستوى اجتماعي. يعني اديني نموذج كده، كام كده مثلا؟ كام؟ لا دي بقى الدراسات التواريه اللي هم علماء الماليات شغالين عليها دلوقتي، وده هيبقى مثلا مع توثيق الزواج مثلا. الزواج يحطوا المبلغ ده، مبلغ بسيط على فكره، لا يشكل عائق امام اي مستوى اجتماعي. فدي يعني ده امر مفروغ منه. اللي هيبقى الصندوق هيجمع قد ايه؟ سياده الرئيس قال لو الصندوق جمع مليار الدوله تحط مليار، لو الصندوق جمع 2 مليار الدوله تحط 2 مليار، بحيث ان احنا نضمن الملاءه المستديمه لهذا الصندوق. ده هيكون تابع لمين الصندوق ده؟ من يدير هذا الصندوق سياده الوزير؟ ممكن يكون التضامن الاجتماعي، وده الاقرب يعني، لان هي اللي بتقوم باعمال مثل هذه الاعمال، فممكن يكون التضامن الاجتماعي، ممكن يكون جهه ثانيه يعني، لسه برضو ما تحددش. بس برضو يعني ايه هيروح للاسره سياده الوزير؟ يعني هو هنا الرئيس كان بيتكلم على انه في حالات الطلاق العيال بتتبهدل، فهنا هيروح بقى للام ولا للاب ولا يعني ما هو يعني نفترض الوضع الطبيعي العائل هو الاب. بس الحضانه مع الام، ما حضرتك عارف الحضانه مع الام والراجل هو اللي ما بيدفعش، ما هي دي بتبقى دايما مشكله. الصندوق هيدفع وياخد الصندوق من الراجل. يعني الصندوق مثلا مصاريف مدارس مثلا ما دفعش الراجل، ما دفعش ولا نفقه ولا كده، وعذب الست. الصندوق يدفع وياخد من الراجل الملتزم. الملتزم غير الملتزم. حضرتك ايضا تحدثت، طب امتى هيتم تفعيل هذا الصندوق سياده الوزير؟ وان شاء الله لما القانون يصدر. مع القانون يعني. مع القانون. طيب حضرتك اتكلمت ايضا على ان نسب الطلاق في مصر ليست هي النسب المشاعه، ان مصر عندنا طلاق كل 5 ثواني وكل 3 دقائق والكلام ده كله. هل ما هي النسب يا فندم والارقام؟ شوف يا فندم، دايما احسن حاجه الاعتماد على الاحصاءات. نعم. مش الاقوال. اللي حصل ايه؟ ان جم قال مثلا حالات الطلاق في عام 20 مثلا، نقول 100 حاله، ده انا بدي لحضرتك مثلا نموذج. طيب وحالات الزواج في عام 20 كام؟ 150. الله، يبقى معقوله 100 اتطلقوا و150 اتجوزوا، يعني يبقى 50 بس اللي موجودين؟ لا الكلام ايه؟ اللي اتطلقوا في عام 20 دول هم متجوزين امتى؟ متجوزين في عام 20 و19 وعام 2010 وعام 2000 وعام 1990، مش كده؟ كل اللي اتطلقوا في عام 20 مش كلهم متجوزين في عام 20. صحيح، مش كل اللي اتطلقوا مش اتجوزوا اتطلقوا يعني. مش كله. فبالتالي كان النسبه في غير صحيحه. ليه؟ لان انت بتقارن الطلاق عن سنوات زواج متعدده بالزواج في سنه واحده بس. فده اللي ادى الى ان النسبه يقولوا 36 و37، وهذا غير حقيقي. لكن لما نيجي نقارن نقول الزواج اللي تم سنه 20 حالات الطلاق منه كام؟ هنا النسبه بقى نتكلم في 3 4%، حاجه لا تذكر.
وليست الارقام اللي يعني مش هي مفزعه فاكره حضرتك 3-4% ده قليل برضه سياده الوزير قليل قوي لا يعني احنا بنتكلم نتمنى انه ما يبقاش ولا حاجه ده واحد سنه 21 كان في 166 الف حاله طلاق بس حاله طلاق عن ايه؟ ما مش مهم بقى عن زواجات سابقه يعني من سنوات سابقه هتعملي النسبه بقى يبقى لازم تعملي النسبه عن السنوات بتاعه الزواج بتاعتهم علشان تطلع النسبه صح لكن انا اخد حاله طلاق بتاع سنوات متعدده واعمل لها نسبه مع سنه واحده زواج لازم هتطلع مرتفعه لكن لما نيجي نشوف سنه بسنه هنلاقي النسب مش مقلقه طب هل انتوا انتوا في وزاره العدل عملتوا احصاء اكيد اللجنه عملت احصائيات او وصلتها احصائيات طبعا جايبين احصائيات رسميه ما انا قلت لحضرتك مش هتبنى احكام الا اذا كانت مبنيه على علم هنا علم الاحصاء بيقول كذا نعم طيب احنا في انتظار طبعا احنا طبعا في انتظار المشروع القانون ويعني هل كمان هيتكلم على الخطوبه والزواج العرفي وكل ده يا فندم كل ده معالج في القانون يا فندم كل ده معالج والحضانه والاستضافه وكل كله يا فندم بطريقه مفصله شكرا سيادة الوزير واحنا منتظرين طبعا اللجنة بنحييها وبنقول يعني ربنا معاهم طبعا هذا القانون تنتظره آلاف الأسر المصرية أو يعني مئات الآلاف من الأسر المصرية بشكرك سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل على هذه المعلومات التفاصيل هتكون أكتر مع اللجنة وده الوزير بيقول خلال شهر هينتهي عملها ثم يفتح العمل يعني نقول آخر يناير في أول فبراير مثلا ثم آخر يناير خلاص إن إحنا بعد كده ندخل في الحوار المجتمعي يعني على فبراير كده يكون معانا مسودة نهائية ومسودة أخيرة لهذا المشروع اللي في كل حاجة في من بداية الكشوف الزواج الخطوبة والكلام عن الزواج العرفي وتوثيق الزواج والزواج والطلاق في أول 3 سنين أمام قاضي ودي نقطة مهمة جدا ملف واحد للأسرة هنتكلم على الاستضافة والحضانة هيتكلم على تنفيذ الأحكام هيتكلم على كل شيء ما يخص الأسرة المصرية وهناك صندوق أيضا لدعم الأسرة المصرية في حالات الطلاق فأعتقد أن يعني كده الملامح الأولى هي ملامح مبشرة الحقيقة نذهب إلى المركزي طيب خلينا نذهب الى شيء اخر في الافتتاحات الرئيس كان قابل سيده مسنه التقى بها في الطريق بابو رواش كانت قاعده على الطريق كده جنب السكه اسمها نوال حسن وقف بموكبه وسمع لها ثم كلف بتلبيه احتياجاتها وبناء على توجيهات الرئيس التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي زار هذه السيده في منزلها في منشيه ناصر وشاف مطالبها ايه واهداها مجموعه من الاجهزه الكهربائيه والاساسيه ودعمها بمبلغ نقدي ايضا من خلال مؤسسه ابو العينين عضو التحالف الوطني وايضا هتعمل عمره باذن الله. نذهب بقى الى البنك المركزي اللي اصدر بيان النهارده اوضح فيه مجموعه من الامور لماذا اتخذت القرارات الاخيره بتقييد استخدام البطاقات الائتمان وبطاقات السحب مؤخرا المركزي قال انه لوحظ وجود زياده مضطرده في استخدامات الخاصه ببطاقات الائتمان خارج والسحب والخصم المباشر خارج البلاد رغم تواجد العملاء داخل مصر قال أيضا أن ذروة هذه الممارسات كان في منتصف الأسبوع اللي فات بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بخمس أضعاف عن المتوسط اليومي حد يعني وصلنا لسحب 55 مليون دولار في يوم واحد موضوع غريب جدا
وايضا طبعا هذا ده خلى الاجراءات يتم اتخاذها لاحكام الرقابه على طلبات تدبير النقد الاجنبي كمان لاغراض السفر، لان كمان فوجئوا ان في ناس مثلا لما نيجي نسافر فبنقول مثلا والله انا مسافر وادي التذكره، في ناس بقى بعد كده بتلغي التذكره وتاخد تدبير النقد الاجنبي ده وما تسافرش. أيضا المركزي قال في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات سيتم إيقاف التعامل مع البطاقة وإبلاغ الآيس كور أو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لاتخاذ كافة الإجراءات. وقال كمان المركزي أن البعض بيتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية وده مخالف للقانون وله عقوبة تصل إلى 10 سنين. والبعض أيضا بيأسس شركات ذات طبيعة خاصة خارج مصر تقوم بالوساطة خاصة في مجالي التصدير والسياحة. والحقيقة ان دي كثير من الاجراءات او كثير من الممارسات الخاطئة. لكن ايضا المركزي كان امبارح اتكلم على توفير العملة وتوفير النقد الاجنبي للي بيسافروا للعلاج او بيسافروا للتعليم. معنا على الهاتف الاستاذ محمد الاتريبي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر. مساء الخير يا استاذ اتريبي. مساء الخير يا استاذ لميس، ازي صحتك؟ اهلا بيك. يعني هذا التقييد هل تتوقع ان يكون تقييدا مؤقتا في الفترة الحالية فقط؟ طبعا، واحنا شفنا الموضوع ده صحيح في 2016. طبعا انا سامع المقدمه اللي حضرتك بتقوليها، خليني بس اقول لك حاجه، ان احنا انا هتكلم على بنك مصر. اتفضل. بنك مصر كان السحب اليومي عليه بين 570 الف دولار ل 600 الف دولار في اليوم من الاستخدامات الكروت سواء الديبت او الكريدت كارد. نعم. ابتدى هذا الرقم يتضاعف في شهر نوفمبر، وصلنا ل 3,100,000 في اليوم. في شهر 12 وصلنا ل 10 مليون دولار في اليوم. 10 مليون دولار في اليوم. في اليوم مقابل 600,000 دولار اللي هو كان الوضع العادي. ده طبعا من الخارج يا استاذ اتريبي. طبعا. استخدامات الديبت والكريدت. ايوه. طبعا يعني لما توصلي من 600,000 دولار ل 10 مليون دولار في اليوم يبقى ده اهدار لموارد الدوله. طبعا اهدار للموارد، واحنا في ظروف طبعا نتيجه الكوفيد ونتيجه حرب اوكرانيا وروسيا وارتفاع اسعار الخامات. يعني انا عاوز اوضح نقطه، ان مصر غنيه بمواردها. يعني لو حك مسكنا كده الريسورسز بتاعت مصر او المصادر الاموال اللي بتيجي لمصر، احنا عندنا اكتر من 90 مليار دولار، اللي هم لو قلنا تصدير 43 مليار دولار، وقلنا 7 قناة السويس ادي 50، وقلنا 33 تحويلات العاملين بالخارج، وقلنا 11 مليار دولار سياحة، فبنتجاوز ال 90 بالاضافة الى الاستثمار المباشر اللي هو طبعا متوقف حاليا. نعم. فمصر عندها موارد، انما النهاردة احنا ما بنشوفش هذه الموارد، ما بنشوفش تحويلات العاملين بالخارج، لانه تحويلات العاملين بالخارج في ناس بتعدي على البيوت في الدول العربيه وبتاخد منهم الدولار وبتسلم المصري في داخل بيوت داخل مصر. كل ده ما بنقدرش نشوفه وما نقدرش نستخدمه، فده اهدار لموارد الدوله بالعمله الاجنبيه. فلما النهارده الاستخدام الكروت يبقى كان 600,000 دولار في اليوم، بنك مصر لوحده يصل ل 10 مليون دولار، يبقى في سوء استخدام للكروت، وفي عمليات وهميه بتتم مقابل ان هو بيروح في الخارج، يعني يشتري مثلا يشتري ساعات يشتري ذهب وما بينفذش العمليه وبياخد الفلوس كاش، فبيهدر موارد الدوله من العمله الاجنبيه. واحنا النهارده في اشد الاحتياج صحيح للعمله الاجنبيه، عشان المصانع والاعتمادات اللي بتتفتح والبضاعه اللي في المينا دي كانت الدوله والعملاء الاقتصاد اولى، بدل ما نضيع فلوسنا في مشتريات وفي يعني مضاربه على العمله الاجنبيه. طبعا قصه المصريين في الخارج دي بقى يعني تجاره عمله من المنبع، ان هو بيلاقي حد يعدي عليه ياخد الفلوس بسعر تاني وبعدين يرجعها. طب ده نتيجه بقى ايه؟ نتيجه يعني وجود سعرين في السوق نتيجة ولا إن إيه؟ نتيجه ان هناك سوق موازيه وهناك سعرين. طبعا. فهو في الاخر الشخص
عارف ان هو لو راح لشركه الصرافه في الدول العربيه او لا او راح لفروعنا وراح الدولار ب 24 جنيه و70 في حد بيعرض عليه اكتر، وبالتالي بياخد الدولار الراجل ده ما بيوردوش لمصر، والراجل المصري بتوصل له الفلوس بالجنيه المصري. فالممارسات دي احنا لاحظناها، ومرصود بعض الاشخاص اللي بيقوموا بهذا الكلام. فكل ده اهدار لموارد الدوله بالعمله الاجنبيه. فبدلا ما بنستخدم هذه الاموال لفتح الاعتمادات المستنديه وتنشيط حركه الاقتصاد، لا، بتستخدم في مشتريات وبتستخدم في مضاربه على الدولار. فعشان كده، انما اللي انا باكد لسيادتك عليه ان احنا حتى لما خدنا القرار ده من قبل حتى البنك المركزي لما ينزل تعليمات، لما لقينا سوق الاستخدام، انما ما فيش حاجه اسمها تعليم حد بيتعلم في الخارج او علاج، لا. ومش بس مش 1000 دولار و2000، لو هو محتاج فعلا لمبالغ اكثر من ذلك احنا بندبرها له. فما دي ما فيهاش نقاش ولا ملهاش حدود في الاستخدام بدام علاج او تعليم. طيب يعني ايضا مثلا لو حد مزنوق في حاجه، واقف عند اوتيل مثلا او حاجه في الايام الماضيه، هل العميل الجيد بتعاملوه اكيد بشكل مختلف؟ حصلت وناس كلمونا وفتحنا لهم الحدود فورا. الحدود بقت كام؟ اتفضل يا فندم. لان هو في الاخر يعني زي ما بقول لحضرتك، احنا لما النهارده يوصل 10 مليون دولار ب 600,000 في اليوم، ده بنك مصر لا الواحد. طبعا لا، ده كلام انما احنا يعني بنرصد هذا الكلام. وانما العميل اللي بيكلمنا وعاوز ان هو كان عنده دفع اوتيل او حاجه، بنفتح له الكارت في ثانيه يعني. لان احنا عارفين برضو العميل الجاد طبعا، والعميل اللي هو ما احنا بنشوف الهيستوري بتاعت العملاء دلوقتي. العميل ده متعود يسافر بره، متعود يصرف كذا، فاحنا ما عندناش اي مشكله، لانه ده الاستخدام اللي هو كان بيستخدمه طول عمره. انما لما بنلاقي قفزات، بنلاقي ناس بتطلع كروت حضرتك عارفه في 2016 لا حصلت، انا عارفه ده شبه اللي حصل. بس انا هنا كملتزم، كشخص ملتزم، حاسس بصراحه بالظلم. يعني حاسس ان انا بعاني. طبعا احنا شفناه قبل كده، عشان كده انا بدات بسؤال هل هو تقييد مؤقت، لان احنا شفنا ده قبل كده وخلاص الامور رجعت مره اخرى. هو اكيد تقييد مؤقت، لان حضرتك بقى لنا من سنه 2016 ل 2021 مفيش الكلام. هل عمرنا خفضنا حدود؟ هل لان كانت الموارد موجوده وما كانش فيه اي مشكله، والناس كانت بتستخدم الاستخدام المعقول. ان انا بقول لحضرتك في يناير 600,000 دولار، 570,000 دولار في اليوم، وبالتالي لما يطلع من 570 ل 10 مليون دولار، يعني انا بنك مصر لما يستخدم عندي 10 مليون دولار يومي، يعني 300 مليون دولار في الشهر. يعني انا بدل ما افتح اعتمادات واغطي اعتمادات، اروح امول مشتريات او امول مضاربه على العمله او ذهب، او بيكون بيشتري ذهب. ما برضه قصه الذهب دي حضرتك اوقات ما بيشتروش الذهب، يروحوا للتاجر ويعملوا العملية سورية وياخد منه الدولار ويديله عمولة وانتهت القصة وهو أخذ دولار. فده هو مش عارف ان هو بيخرب في اقتصاد بلده. طب انا بقى كملتزم يا استاذ عتريبي، يعني الناس الملتزمه اللي هي ملتزمه ما بتعملش ده غير بحاجات بحدود معينه، مفيش اي مشكله. الملتزم لو كده الملتزم اتعاقب زي غير الملتزم يا استاذ عتريبي؟ لا، ما هو ما اتعاقبش، لانه الملتزم لو محتاج بيبلغنا قبل ما يسافر، وبنشوف الاستخدام الحادث وبنرفع له لحد ما فيش اي مشكله للملتزم. وحصلت على فكره، لانه في ناس كلمونا احنا عندنا ندفع الفندق كذا، بنفتح لهم الكارت، لان احنا عارفين ان الراجل ده لا بيضارب على الدولار، وده استخدامه في السفريات. انما في الاخر انا ببص للدوله كدوله، ببص لموارد الدوله كدوله، لانه النهارده احنا في ظروف طبعا نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه، ونتيجه زي ما حضرتك عارفه البترول والكوموديتيز كلها ارتفعت. فاحنا مصر يعني انا رايي الشخصي ان عندنا الامكانيات ان احنا نعدي هذه الازمه. زي ما قلت لحضرتك، لو المصادر دي كلها اللي هي تعدي 90 مليار دولار، زائد لو عندك كمان استثمار مباشر جاي لك، يعني بتتكلمي في 100 مليار دولار قادرين ان احنا نعدي الازمه، ومع ترشيد للاستيراد المشكله تتحل. لان هو في الاخر مشكله اي دوله مستورده هي عجز الميزان التجاري. لو قدرنا نظبط مصادرنا واستخداماتنا، بزنس بلان كده تتحط، انا بيجي لي كذا وبصرف كذا، في النهايه هقدر اتجاوز هذه المحنه ونعدي. طبعا الظروف
الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا اثرت على العالم كله، مش اثرت بس على مصر وبس، اثرت على الدول الناشئه والدول اللي هي مستورده اكتر من الدول المصدره. فهي دي المشكله اللي بتقابلنا دلوقتي. احنا مع احنا بس يعني يبقى في وعي، وان النهارده حصيله التصدير تتباع في البنوك، عشان كل دي موارد بنستخدمها لمين؟ بنستخدمها عشان نحرك الاقتصاد ونفتح الاعتمادات ونحرك المصانع والقمح والمواد الغذائيه الاساسيه والادويه، كل ده الاساسي. ايضا البيان المركزي اتكلم على تاسيس شركات في الخارج، وان في شركات بتؤسس في الخارج في مجال السياحه والتصدير بهدف الاحتفاظ بالنقد الاجنبي. ازاي يعني؟ يشرح لي دي استاذ تريب. لا يعني يعني زي ما حضرتك كده، هو دلوقتي مثلا بيجي له حصيله تصدير، الحصيله دي احنا ما بنشوفهاش بدل ما او حصيله سياحه ما بنشوفهاش، بدل ما بيبيعها للبنوك بيحتفظ بيها برضه، ويجي في مصر عندنا هنا لو بعض الممارسات، مش هنقول عشان ما نقدرش نوحد، لان في ناس جاده وفي ناس بتبيع العمله بتاعتها وبتصدر وحصيله تصديرها بتخش البنوك، انما في بعض الممارسات اللي بتحدث ان ما بنشوفش الحصيله دي، بل بالعكس بعض الشركات بتطلب بيبقى عندها الحصيله وبتطلب تدبير عمله اجنبيه، فده بيضغط على موردنا بالعمله الاجنبيه. فهو هنا قصد المركزي انه رصد بعض الشركات وهو متابعها وشايف انها ما بتبيعش حصائلها من العمله، بل بالعكس بتطلب تدبير من مصر للخارج. طيب المخالف بقى بتعمله فيه ايه؟ يعني يعني ما هو انا ملتزم وغيري مخالف، وانا يعني انا تم كلنا عندنا نفس الحدود. المخالف بقى اللي استخدم، اللي انتوا لاحظتوا انه استخدم الكريدت كارد دي او الديبت كارد وسحب واشتغل وعمل، هو طبعا في تعليمات بايقاف الحساب فورا وابلاغ الاي سكور ان هو ما يقدرش يتعامل مع اي بنوك اخرى. ده بالاضافه لانه دلوقتي حاليا بالنسبه للحالات دي ما فيش عقوبه لسه مجرمه، فالعقوبه اللي بنعملها ان احنا نوقف استخدام الكارت، نبلغ الاي سكور وبالتالي يمنع في التعامل مع اي من البنوك لغايه لما المشرع بقى لو في اجراءات اشد عقوبه تطبق عليه. أستاذ تريبي، رئيس الوزراء النهاردة قال أنه الجهاز المصرفي والقطاع المصرفي قدر يدبر جزء كبير من الأموال الدولارات أو العملة الأجنبية الخمسة مليار اللي تم الإفراج بها عن البضائع من أول ديسمبر 23. حصة بنك مصر كانت تقريبا قد إيه يا فندم؟ بص أنا هقول لحضرتك حاجة، برغم الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، وبالرغم طبعا ان احنا هو كل ده حدث هذا العام فقط، عمر ما كان في عندنا مشكله بقالنا خمس سنين من ساعه التعويم، عمر ما في عميل طلب يستورد او طلب فتح اعتماد او طلب مستندات وحصلت هذه المشكله. السنه دي طبعا عارفين نتيجه الخروج 25 مليار دولار اللي هي الاموال الساخنه في وضغط على مواردنا بالعمله الاجنبيه، وزي ما بقول لحضرتك الموارد ما بتجيلناش، اللي هي تحويلات العاملين بالخارج ما بتجيش كلها داخل الجهاز المصرفي، وجزء منها حتى ما بيخشش جوه البلد، بيطلع من بره، زائد السياحه زائد انما برغم من ذلك انا هدي لحضرتك مثال، احنا بنك مصر في الشهر نوفمبر وشهر ديسمبر احنا مشينا تقريبا 8584 مستند، يعني بضائع كانت في الميناء طلعناها بمليار و500. ده يعني مليار و500 نوفمبر ديسمبر. طب ديسمبر يعني حصتكم كام ال 5 مليار دي؟ لا يعني ديسمبر انا تقريبا طلعت 900 مليون دولار. ده مش بس ده بالنسبه للبضائع اللي في الميناء، انما احنا فتحنا اعتمادات في الشهرين دول برضو بمليار و300، فتحنا اعتمادات بس لسه بضايعها ما جاتش بقى، بالرغم الظروف اللي احنا بنمر بيها. فاكيد احنا يعني البنوك مش هتتاخر طبعًا عن دعم الاقتصاد، عن المصانع اللي عاوزه، بس في الاخر انا بيجي لي مصادر موارد، على قد مواردي انا بقوم فاتح او مطلع بضاعه او فاتح الاعتمادات عشان احرك السوق، انما في الاخر برضه لازم انا عندي نسب ان انا ما اقدرش اكشف حسابي بالعمله الاجنبيه طبعًا. لازم ابقى ظابط مصادري ومواردي عشان ما يحصلش مشكله للبنك مستقبلا. فاحنا ماشيين صح، بنحاول طبعا يعني بنطلب بقى
من الشعب المصري ان هو يعني يبقى فيه حس انه لازم البلد النهارده اللي بيضرب على الدولار ده في الاخر هو هيضر نفسه برضه، لان الاسعار بترتفع، المضاربات دي بتضر الاقتصاد، فلازم ان يبقى فيه وعي انه نحارب هذه الممارسات. وطبعا النهارده لما بنجرم هذه الممارسات وباحكام هيحصل ردع للناس. فيعني البنك المركزي القرارات اللي اطلقها النهارده دي كلها بتوضح ان هو رصد بعض العمليات اللي بتحدث، رصد بعض الشركات، بيجرم التعامل بالعملات الاجنبيه داخل جمهوريه مصر العربيه. فكل ده يعني من شانه انه يظبط عمليه طيب. النقد الاجنبي. شهادات ال 17 وربع يا فندم اخبارها ايه؟ جمعت كام لحد دلوقتي؟ لا دي مليارات، انا مش عندي الرقم. مليارات مش سيادتك حاطه ب 17 وربع برضو ولا انا مش؟ ايوه 17 وربع مش كده؟ اه انت عندك 17 وربع السنه و16 وربع وربع اللي هي 3 سنين الشهري. لا كله 3 سنين بس حسب حسب الفايله بتاخديها كل 3 اشهر ولا 6 اشهر. أيوة ولا أيوة. السنه ب 17 وربع. ما في الرقم مليار؟ ما فيش رقم. لا طبعا مليارات. والسؤال اللي كل المصريين بيسالوه يا استاذ التريفي، هرد على حضرتك السؤال. السؤال الشهادات اللي هي مرتبطه بالكوريدور دي ارتفعت اوتوماتيك لانها مرتبطه بسعر الكوريدور. تمام. الكوريدور لما طلع 3% هي طلعت 3%. تمام. الشهادات اللي هي الناس اللي هي الاشاعات في شهاده ب 20 وفي شهاده ب 18 وفي ب 19 وفي ب 21 ده كله ليس له اساس من الصحه. البنوك بتدرس تكلفه الاموال وبتشوف. طبعا ده مهم يا جماعه جدا. يعني اصل احنا بس عايزين نشرح للناس ان دي تكلفه على البنوك. يعني انا اطرح شهاده ب 20 ولا ب 17 حتى او كده، هذه تكلفه البنك ممكن يتحملها، لكن بيأثر طبعا على ارباحه، فبيحاول يحقق الارباح من يعني. فدي قصه برضو يعني عشان مش سهل كده. انا لو اطلقت شهاده ب 20% معناها ان تكلفه دي لو شهاده 3 سنين هي معفيه من احتياط النقد، لانه 3 سنين معفي، السنه مش معفيه. لكن سنه فيها طبعا السنه. لا السنه لو سنه بحط احتياطي في البنك المركزي. فتكلفتها بتزيد. فانا النهارده لو بطلع شهاده 20% معناها ان انا لازم اسلف باكثر من 20% عشان اعوض تكلفه هذه الشهاده. فاحنا حاليا كبنك مصر طبعا ما اقدرش اتكلم عن البنوك كلها، بندرس وضع الشهادات، انما زي ما قلت لحضرتك اي شهاده بعائد متغير احنا عدلنا سعر كوريدور. طبعا اتعدل ده اتعدل بدون يعني ده على طول بدل ما طلعت 3% بتطلع 3%. لو الكوريدور ده نزل تاني الشهاده بتنزل تاني، انما الشهاده الثابته هي حتى هذه اللحظه 17 وربع بتدي فايده سنويه. معلش انا طولت عليك. كاتحاد بنوك مصر بقى بتدرسوا طرح بنك القاهره امتى؟ هو ملوش دعوه اتحاد بنوك مصر بنك القاهره استاذ. وبرده ما هو مملوك لبنك مصر برضه. هو بنك يبقى مش اتحاد بنوك مصر يعني برضه ملوش دعوه بنك القاهره. طيب بنك مصر. بنك مصر بنك القاهره انت عارفه ان احنا كنا بدانا فكره طرح بنك القاهره من فتره وتوقفت مرتين، مره عشان الكوفيد، لان بنك القاهره ده بنك يعني قوي وكان له جاذبيه كثيره جدا. احنا كنا بنطرح نسبه منه مش اجماليه. احنا بندرس الكلام ده وبنشوف ان شاء الله يعني العام القادم هتبقى خطتنا ايه في عمليه بنك القاهره. شكرا. انا عارفه اني طولت على حضرتك. شكرا استاذ محمد الاتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ايضا على كل هذه الايضاحات والتصريحات. دايما بستغرب طبعا وبنزعج جدا من كل هذه الممارسات الخاطئه. مش بس بتاذينا كاشخاص اخرين او بتاذي باقي المجتمع العادي، الناس العاديه اللي هي ملتزمه، لكن بتاذي البلد ايضا. هل ده وقت التربح على جثه الوطن؟ يعني معلش في استخدام هذا اللفظ، هل هذا وقت التربح على يعني واحنا بندوس على اقتصاد البلد؟ هل نسبة التربح قد ايه؟ قولي كده هتكسب كام وتعمل كام وانت عارف ان انت بتعوق مثلا استيراد البلد للقمح او استيراد البلد للذرة او فتح اعتماد عشان حاجة اساسية عشان دواء مثلا.
يعني لو بس يبقى في بعض الضمير نقدر ان احنا نعيش مع بعض في وضع افضل، وخاصة ان في الاوضاع الصعبة علينا ان يستيقظ هذا الضمير قليلا، مش عايزة كثيرا ولكن على الاقل قليلا يستيقظ هذا الضمير لصالح هذا البلد. خلونا نذهب نشوف المطارات المصرية اخبارها ايه في وقت الاعياد وفي اقبال، يعني كل اللي بيسافر بيقولوا لنا المطار زحمة، المطار مليان ناس، المطار في اقبال، طبعا في حركة طيران كبيرة جدا، ده موسم الاعياد. معنا السيد وزير الطيران الفريق طيار محمد عباس. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير. اخبار بقى الارقام بتقول ايه؟ احنا في موسم الاجازات، موسم الاعياد، وبالتالي شايفين حركه طيران عاليه وحركه اقبال الحقيقه عاليه جدا. الحقيقه حركه الطيران، الو، اي فندم، سامعك سياده الوزير. الحمد لله حركه الطيران عندنا خلال شهر 10 و11 و12 حركه عاليه، زادت الحركه في خلال الاسبوع اللي فات والاسبوع ده في جميع المقاصد السياحيه، اذا كان في شرم الشيخ او في الغردقه او في الاقصر. مطار القاهره الحمد لله الحركه فيه كويسه، كان بتقابلنا بعض الصعوبات والحمد لله يوم عن يوم بنتحسن. زي ايه صعوبات يا سياده الوزير؟ يعني كان عندنا مثلا مشكله في تداول الحقائب. مشكله صحيح، المشكلة كانت قائمة من قبل، مش في مصر بس، لا في مصر وخارج مصر. كان كذا حد فعلا اشتكى من هذه القصة، حلتوها ازاي سيادة الوزير؟ هو الحقيقة كان في مشروع موجود علشان تطوير السيور لتداول الحقائب، المشروع ده كان بادئ من فترة زمنية، بدأنا نشغله التشغيل التجريبي في أول ديسمبر، وإن شاء الله في أول يناير بإذن الله هيكون طاقة السيور بدل ما كانت تشيل 12000 4000 شنطة بتشيل دلوقتي 12000 شنطة في الساعة، وده طبعا حاجة كويسة تسهل عملية تداول الحقائب، بالإضافة إلى استعنا بأعداد زيادة من العاملين في مجال تداول الحقائب، والأمور إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة بإذن الله. هل في حصر بعدد المسافرين بقى وأعداد المسافرين بالذات المطارات الدولية، بالذات مطار مثلا القاهرة؟ طبعا في حصر، احنا ان شاء الله السنة دي سنة 2022 منتظر في نهاية السنة نكون وصلنا ل 20 مليون مسافر في السنة، ودي اكبر رقم وصل له مطار القاهرة خلال الفترات السابقة. طاقة المطار تسمح لغاية 27 مليون راكب في السنة، وفي اوقات الذروة توصل لغاية 30 مليون، احنا وصلنا دلوقتي لغاية 20 مليون راكب، الحمد لله الامور ماشيه كويسه، وكل يوم بنستقبل اعداد كبيره من الطائرات ومن المسافرين، سواء مسافر او جاي او باص لمصر. انا شايفه الفيديوهات اللي معانا دي ان المطار تزين بزينه جديده لاستقبال الاعياد، وكان في زينه قديمه كده كان الناس قاعده بتتكلم عليها في السوشيال ميديا، هل دي زينه جديده سياده الوزير؟ هو الحقيقه فعلا كان في زينه قديمه موجوده، لما شفت الخبر بتاعها على السوشيال ميديا اكيد شفتها حضرتك، اتفرجت عليها والناس قاعده تتكلم عليها. هو طبعا انا قايل لهم ترشيد المصروفات، ترشيد المصروفات، طلعوا حاجات من القديمه وحطوها، واجتهاد منهم، والحقيقه اجتهاد يشكروا عليه. ولكن الاجتهاد كان في غير محله في دلوقتي. في الحال السنه دي احسن الحمد لله من السنه اللي فاتت بالنسبه للمطار، عدد الركاب اللي احنا بنستقبله احسن، وجهه مصر في استقبال الراكب ومغادره الراكب لازم تكون بشكل اجمل. يوم ما شفنا الكلام دوت الحقيقه غيرنا الديكور خالص، ورحت اتفرجت عليه، واتمنى ان هو يكون مناسب للمناسبه، والحمد لله احنا في مناسبه سعيده جدا، مناسبه اعياد الميلاد، اعياد الميلاد في الكنيسة الغربية والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ورأس السنة احنا على فترة أعياد، فلازم كلنا نحتفل ويكون في مظهر مبهج. نعم. يسعد كل واحد داخل المطار.
غير الزينه بقى يا فندم، هل في خطه بصراحه لتطوير المطار بالذات المطار القاهره؟ لانه احنا لما بنسافر ونشوف المطارات الاقليميه، بلاش الدوليه، الاقليميه، بصراحه بنغير وبنقول انا عايز مطارنا يبقى زي كذا. انا عارفه ان ده انفاق كبير، ولكن هل في خطه لتطوير المطار، تطوير الحمامات، تطوير الطوابير ما تبقاش طويله، يعني تطوير المطار يا فندم عشان بصراحه يليق بمصر؟ سيادة الوزير. أي فندم مع حضرتك. هل في خطة لتطوير المطارات يا فندم؟ بالنسبة لتطوير، حضرتك تتكلم على مطار القاهرة بس؟ بتكلم على لا مطار القاهرة الأول، بعدين أكلمك على سفنكس بقى. في مطار القاهرة إحنا مهتمين جدا بموضوع النظافة ودورات المياه، مهتمين جدا يعني بطريقة ممكن تكون مزعجة للعاملين في المطار. قد نجد ملاحظات، وارد، لان الاستمراريه احنا حريصين عليها وبندقق عليها، لكن هيكون في ملاحظات، في ملاحظات، وان شاء الله في كل ملاحظه بتطلع احنا بنلا فيها. لكن بالنسبه للطوابير، احنا عندنا اوقات ذروه، في اوقات ذروه بنكثف الاعداد اللي موجوده فيها. طبيعتنا احنا ما بنحبش نلتزم بالطوابير في بعض الاحيان. أيوة. بالاضافه الى في بعض الاوقات يكون في بعض المناطق، اذا كان في نقطه التفتيش الاماميه او في اماكن متقدمه شويه، بيحصل تكدس، والتكدس ده لا يزيد عن ربع ساعه بكثير قوي. ان احنا ندبر اجهزه كشف على الاكس راي، نزود الاعداد، وده بيتم مراحل، ولكن عشان الحاجه تيجي من الخارج بتاخد شويه وقت، وان شاء الله هيكون احسن باذن الله. مطار سفنكس بقى في منطقه السادس من اكتوبر، ده مطار كلنا، كل اللي ساكن في الشيخ زايد يا فندم وكده مستنيه بصراحه، وكلنا سعداء انه ابتدى يشتغل. واعتقد بدات كمان رحلات دوليه. فعلا محمد. بدات امتى بقى دلوقتي نروح خلاص هناخد طياراتنا من الشيء من مطار سفنكس سياده الوزير؟ هو مطار سفنكس من 1/11 احنا شغلناه محلي، وكان بيشتغل من شرم الشيخ والغردقه والاقصر والى شرم الشيخ والغردقه والاقصر، وطبقا لحجوزات الطيارات وشركات السياحه اللي بتطلب طيارات تنزل هناك، احنا كنا مشغلينه خلال شهر نوفمبر محلي، ولكن من اول ديسمبر احنا شغلناه دولي، وشركه كايرو هي شغاله منه دلوقتي، بتسير رحلات الى جده والى اماكن اخرى كتير. ان شاء الله من اول السنه باذن الله احنا مستقبلين اي شركه طيران تيجي تشرف في مطار القاهره، في مطار السفنكس. في مطار السفنكس خلال شهر ديسمبر برضه استقبلنا رحلات خاصه، ورحلات خاصه كانت كتيره للاحتفالات كانت موجوده هناك. ارتبطنا بتشغيل المطار شغال. يعني مين اللي بيختار؟ شركة الطيران بتختار ان انا انزل في القاهرة ولا انزل في سفنكس، ولا بنقدم حوافز، ولا لو تشرح لنا بيمشي ازاي السيستم ده يا فندم؟ شركة الطيران بتطلب مننا ان هي تنزل في مطار سفنكس، واحنا بنوافق لها. طب وهي ليه هتطلب انها تنزل في مطار سفنكس؟ يعني هل يعني ايه الفرق؟ هتقول لك انا بنزل في مطار القاهرة، انا عايز الزبون بتاعي ينزل في المطار الرئيسي مثلا. دي رؤية شركة الطيران تقدر تحدد متطلباتها. نعم. واحنا بنساعدها في تحقيق متطلباتها. اللي عايز ينزل في مطار القاهره اذا كان في كونكشن ولا حاجه، اهلا وسهلا. اذا كان في ترانزيت، اهلا وسهلا. اللي حابب ينزل في مطار سفنكس عشان عايز يروح المتحف، عايز يروح منطقه الاهرامات، عايز يروح مدينه 6 اكتوبر او الشيخ زايد، اهلا وسهلا. عايز يركب من سفنكس يروح بسكان الشيخ زايد او اكتوبر او المنطقه المحيطه بالمطار، او اي حسب المسافه بتاعته عايز يروح مناطق داخليه، اهلا وسهلا. شركه الطيران هي اللي بتحدد الجدول بتاعها، هي اللي بتحدد التوقيتات. ممكن يكون في رحلات شرطه تيجي على مطار سفنكس، احنا مرحبين بكل واحد ينزل في مطار سفنكس. خطة الطيران المنخفض التكلفة أخباره إيه يا فندم؟ يعني هل بنتوسع في إيه؟ وضع طيران منخفض التكلفة؟ إحنا عندنا في مصر هنا في عندنا شركة إير كايرو. هي هو الطيران في نوعين من الطيران. أيوة. النوع الأولاني الليجاسي اللي هو طيران منتظم وطيران ذو طبيعة خاصة،
بيكون في درجتين على الاقل من درجات الركوب، اذا كان ايكونومي او اذا كان الدرجه الاقتصاديه او درجه رجال الاعمال. بيكون الطيران دوت ليه شروط محدده، واحنا في مصر مشتركين ضمن الستار الاينز اللي هو تحالف ستار اللي ليه شروط احنا ملتزمين بيها. بيتقدم وجبه بشكل معين في الطياره، بيتقدم مشروبات بشكل معين في الطياره، طبيعه الطياره وشكل الكرسي بيكون اريح شويه، المسافه بين الكرسي والكرسي الامامي بيكون اريح شويه، دي طبيعه الطيران اللي هو اللي نعم. اللي هو منتظم. لكن الطيران منخفض التكاليف الكرسي بتاعه، يعني مثلا الطياره اللي ساعتها المقعديه حوالي 140 راكب، لو خليناها منخفض التكاليف هتبقى 180 راكب، نفس الطياره هي هي. تخيلي حضرتك الفرق بين الكرسي ده والكرسي ده. فرق هيكون كبير جدا. ممكن طوال القامه ما يقدرش يستريح فيه، ممكن تخين شويه ما يقدرش يستريح، وارد. ولكن ده المنظور بتاع منخفض التكاليف. في الطيارات اللي هي الخطوط زي مصر للطيران مثلا، في السياسه بتاعت مصر للطيران بتدي للراكب شنطتين. في الطيران منخفض التكاليف ممكن ما يكونش عنده ولا شنطه. ايوه. في الطيران الليجسي او ليجسي بيكون بيتقدم فيه وجبه. في الطيران منخفض التكاليف مفيش وجبه. في الطيران منخفض التكاليف ممكن لو طلبت كوبايه شاي ادفع ثمنها، ممكن لو طلبت وجبه ادفع ثمنها، لو خدت معايا شنطه زياده اخد ادفع ثمنها. مش شنطه واحده بس، مش شنطه. ده اللي موجود بره في بين المدن، بره بين الدول كتير. لا، وعلى فكره برضه موجود في الطيران الدولي. ايوه. يعني في الطيران الدولي في طيران منخفض التكاليف بس بيحطوا له شروط. ما عندكش وجبه، ما عندكش، كل شركه والسياسه بتاعتها. وبالتالي هو بيخفض التكلفه بقدر المستطاع. احنا عندنا في مصر هنا في شركه اير كايرو بتعمل بعض الرحلات منخفض التكاليف، وبعض الرحلات بتاجرها فالشركه يعني فيها بتاخد الطياره كل حاجه وبتنقلهم من مكان لمكان، من مكان فين؟ مكان داخل مصر او من خارج مصر. وشركه اير كايرو الحمد لله دلوقتي عنده حوالي 20 طياره، ومنتظر على اخر مارس باذن الله يكون عنده 30 طياره. وهي الشركه الاكثر انتشارا دلوقتي في مصر، وربنا يوفقهم ان شاء الله. بالاضافه لشركات الطيران المصريه، ما فيش مشكله في كل شركات الطيران المصريه ان هي تشتغل منخفض التكاليف، ولن نمنع احد منهم ان هو يشتغل منخفض التكاليف. كل شركه بتحط السياسه بتاعتها، هو عايز يشتغل بانهي منهج، منهج منخفض التكاليف ولا المنهج الاخر. نعم. كل سنه وحضرتك طيب، ونتمنى ان احنا دايما نشوف المطارات المصريه في ابهى حلليها واجمل زينتها، وهي تستقبل السائحين والمصريين العائدين سواء في سفر قصير او عائدين من الخارج. هذا هو شكل المطارات المصريه. شكرا السيد وزير الطيران الفريق طيار محمد عباس. ونخرج فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد. الحقيقه انه في حوادث كده بنقف عندها، وبالحقيقه بتثير الكثير من الحزن. مدينه دمنهور شيعت النهارده جثمان سيده، ست عاديه، ست بسيطه، ست خيره، اسمها سهير الانصاري. هذه السيده كانت تعمل في التضامن اظن، او كانت تعمل في الاعمال الخيريه بمحافظه البحيره. كانوا بيسموها سيده المساكين اللي عثر، والحقيقه ان هو فجاه عثر على جثتها ملقاه بارض زراعيه خلف مبنى جامعه دمنهور بالطريق الزراعي، وانه لقوها مصابه بجرح قطعي في الراس وكدمات متفرقه بالجسم. وكانت رايحه تدي فلوس، هي بتلم مبالغ ماليه، فكانت رايحه تدي فلوس ل
عروسة يتيمة. هي الست دي كانت أصلا بتشتغل في مؤسسات خيرية، وكانت يعني بتشتغل مديرة للشؤون الاجتماعية بدمنهور، وبعد ما خرجت معاش ابتدت تعمل أعمال خيرية لكل الناس. وزي ما انتوا شايفين جنازتها كل دمنهور طلعت فيها، لأنها كانت سيدة المساكين بحق، وكانت سيدة يعني يعني بتشوف مين اللي محتاج وتجمع له الأموال وتروح تديله ده كهدية. وكانت رايحة لعروسة بتتجوز علشان عروسة يتيمة عشان تديها هذا المبلغ. من قتل طبعا لقوا الجثة، ولقوا انها الفلوس اللي كانت معاها مش موجودة، مصوغاتها مش موجودة، شنطتها مش موجودة، فواضح ان هذا قتل بسبب بهدف السرقة. معنا على الهاتف الأستاذ محمد عبدو ابن الراحلة سهير الأنصاري. أستاذ محمد، البقاء لله وشيء يعني صعب جدا، خاصة مع الأم وخاصة مع سيدة بهذا القدر وهذا الخير جواها. ماذا حدث؟ ربنا يخليك يا أستاذ لميس. مبدئيا أصلا ماما شغالها في العمل الخير ده فوق ال 20 25 سنه. لدرجه لما كنت اصلا زمان لما انا طالب في الكليه برجع مثلا اقول لها يا ماما انت ليه يا ماما ما حضرتيش الاكل بتاعي؟ تقول لي معلش لسه جايه يا ابني من منطقه ناس غلابه ما عندهمش سقف. نقول لها طب يا ماما مش مشكله، في اطفال مثلا عايزين ترنجات جديده. هي طول عمرها اصلا مشهوره في الموضوع ده، هو تجهيز عرايس، جمعيات خيريه مشهوره في الموضوع ده كله. واصلا هي يعني ايه لما يعني المجرم لما عمل كده هو السواق ده هو تبع الجمعيه بيبقى دي عربيته حضرتك، تمام؟ دي عربيه اللي بتاعته تجيبها من واحد صاحبه، بيطلع معاها مشاوير خير وبياخد مثلا مبلغ كويس مثلا 150 200 جنيه في اليوم. نعم. فحضرتك ايه بيمشي بحاله. فهي يومها عيني طالعه راحت مدرسه اسمها ابو بكر الصديق، راح تدفع للاطفال اليتامى الشيء الطبيعي بتاعها اللي بيعمله ب 20 سنه بس بتخلف فيه، يوم تجهيز عرايس، يوم توزيع كراتين مواد تموينيه، يوم كل يوم يبقى في حاجه. فراح تدفع للايتام، فسمعت اذان العصر فبتقول لي مديره المدرسه بعد اذنك ممكن اصلي العصر في المدرسه؟ قالت لها اتفضلي يا مدام سهير. بعديها تمام فبتقول لها استني اجيب لك العربيه توصلك. قالت لها لا ده السواق اللي بره ظروفه تعبانه يا عيني وبيكون نفسه، هو اولى باليوميه ديت ومعايا مرتبه فيها فراش كره هديها لحد وكان فستان يتامى. راح السواق خدها وراح واخدها عيني. انت حضرتك متخيله بقى سن 63 سنه الديالوج اللي جه في دماغي ده مش طريقها. هي اكيد بتقول فين يعني سكت خانقها المجرم، تمام؟ خانقها والخط بيقطع. يا استاذ محمد لو تظبط مكانك بس معلش عشان النتورك وحشه. معلش حاضر يا فندم. اولا انتوا عرفتوا منين ان هو ده القاتل؟ يعني انا عرفت واجهته في المباحث والتحريات. اتقبض عليه يعني؟ لان هو سمعت التليفون واتصل وكان طبعا كل سياده وكيل النيابه والمباحث كانوا مهتمين على اعلى مستوى من الاحترام والذوق، ويعني ما قصروش معانا، بقوا متعاطفين انا واختي بدرجه مش طبيعيه. الولد لما المكالمات تمت كاميرات جابته هو كان ماسح المكالمات. فبعدين لما الطريق ده مش بتاع ماما ما بتروحش الحته دي اللي هي تبقى متطرفه قوي على حدود المحافظه. فماما زي ما بتقول اللي انا متخيله، بتقول له مودينا على فين يا ابني؟ قال لها ده حضرتك ما تقلقيش دي حته بتخرج من هنا لهنا وداك حته مصنع محظور. بص الفهم وراح خنقها عيني يا ساتر، وراح بالكوريك على دماغها الخاين وخدها رماها. وايه خد 2000 جنيه يا عيني او 3000 او 1000 ونص. ان هي القصه على 2000 ولا 3000 جنيه رايحه للبت اليتيمه. بصي وماما يا عيني معاها ايه؟ غوشتين في ايه؟ وحلق في ودنها وغوشتين في ايديها، واسم كان باباها مديهولها وهي صغيره مكتوب بالانجلش سهير. بس ليه كده تدمر اسره؟ وانا والدي راجل معاق هي اللي كانت بتخدمه، دمر اسره بمعنى الكلمه. ليه كده؟ يعني طب يا اخي يعني خد فلوس خد الذهب وسيبها تعيش. ماما اصلا طيبه عمرها ما هتبلغ اصلا، يعني ماما من النوع اللي اصلا متسامح مش هتعمل حاجه. ليه تدمر اسره؟ ليه؟ يعني الواحده وكان هتجهزه يعني اللي هو استلف منها 5000 جنيه تمام؟ اللي انا شفته راح مرد لها 1000 في 1000، قالت له خلاص مش مشكله الثلاثه. عايز تسامح عادي، الجزاء الاحسن للاحسن يا استاذ لميس. ادي القصه كلها. انتوا ابتديتوا تقلقوا عليها امتى بقى يعني؟ بعد بقى ايه؟ طبعا حضرتك انت عارفه القانون المصري بعد 24 ساعه بيبتدي التحرك.
تمام 24 ساعه وما جاتش ومش دي حوالي ماما، وماما عيني ايه برضه طيبه ما بتفهمش قوي في الواتس والفيس والحاجات دي على قدها يعني، وتليفونها برضه مش حديث، تليفون عادي قديم يعني اللي هو الالوان بس مش متطور قوي الاندرويد والحاجات دي. فلقينا طبعا المنطقه، وطبعا قلنا بعد 24 ساعه فوقنا لقينا يعني جثتها مرميه يعني، لا اله الا الله مرميه يعني. طب ليه يا اخي؟ ليه يا اخي عملت لك ايه يا اخي؟ دي ما بتسيبش اي حد يا مدام لميس، يا مدام لميس انا عايز اقول لك من البرنامج بتاعها في الخير اللي بتعمله، ممكن يجي لها واحد يقول لها حاجه والنبي حاجه، طبعا من غير الروشتات بتاعت الادويه، يقول لها مثلا انا شغال على عربيه مثلا والرخصه منتهيه تمام، فانا عايز اجدد الرخصه عشان يبقى لي صلاحيه والرخصه مسحوبه مثلا، تدي له الفلوس يروح يجدد رخصه، في اكتر من كده؟ ليه كده؟ ليه دمرت اسره؟ انتوا مين؟ انت وعندك اخوات ايه يا محمد؟ انا واختي بس، انا فقط بس. والدك؟ انا والدي يعني راجل ما بيتحركش، مشلول يعني كده مشلول، بس ما فيش حد تاني بس يعني الحمد لله يعني ما فيش حاجه، بس ليه تدمر اسره؟ يعني الواحد ما كنتش متخيل ان والدتي تحصل كده، يعني ليه تعمل كده؟ ليه تجيب بني ادمين وتدمرهم وتاخدها تخنقها وبقى معاك 8 شهور؟ ليه كده؟ ليه؟ الجنازة ناس كتير طلعت من كتر الناس اللي بتحبها وكتر الناس اللي هي عملت لهم خير. قول لي اهل دمنهور، لو اقول لحضرتك بره عن الرجاله ومعارفنا وحبايبنا وقرايبنا، تشوفي كميه الستات والناس اللي كانوا في المناطق اللي بتوزع عليهم واحنا ماشيين، الستات اللي في البيوت الصغنطوطه بيزادوا باسمها، انا الواحد يعني مش عارف اتمالك اعصابه، بس ان شاء الله في جنه الخلد ان شاء الله، وهو ان شاء الله اعدام باذن واحد احد. اتقبض عليه اتقبض عليه ليه يا فندم؟ وهو واعترف يا محمد استاذ، اعترف نزلت على الجروبات اللي هو اعترف ونزلوا شكر للمباحث، طبعا هو اعترف، لان الولد لما خد فلوس من والدتي، اختي يومها بتقول للظابط هي دي فلوس ماما، لان مديلها فوق 2000 جنيه عشرينات، دي فلوس ماما بتديلها، قالت لها دي فلوس ماما، والولد يا عيني كمان مجرم، ايده ضوافر الولد ضوافر كبيره، العلامات بتاع فيها خربشه يا عيني في وش ماما، خربشه في وشها ممكن، بس اصل انا قاعد القصه كلها دمر اسره عشان 2000 جنيه عشان 2000 جنيه ربنا يرحمها ويعني ويعلي يعني مكانها، والحقيقه انها ست جميله. انا اول ما سالت عنها، والله يا استاذ لميس مش ماما اصلا، كان عيد ميلادها من 4 ايام تمام حبيبتي، هي اصلا بتعمل الحكايه ديت مثلا وهي عندها 35 40 سنه، كنت على طول حتى لدرجه انا اللي وصلت في مره بنقول لها يا ماما انت كبرتي ارتاحي يا ماما، تقول لي ابدا ليه لا ما ينفعش ليه لا، على طول من وانا طالب في الكليه، يا ماما انت اتاخرتي ليه يا ماما، تقول لي معلش في حد من الغريمين كنت بفكهم واللي يفك واحد يا ابني، على طول كده يا استاذ، على طول حاجتها كده، ممكن تيجي على صحتها في حاجات ياما عشان تفك ناس ياما، على طول يا ماما ما ينفعش كده يا ماما، يا ماما انت لازم ترتاحي شويه يا ماما، يا ماما مش منطقي يا ماما، يا ماما انت كبرت لما كبرت بقى، يا ماما انت كبرت دلوقتي، يعني مثلا كانت مثلا واحده زميلتها تيجي من اسكندريه قاعده، تقول لها تعالي لي على المدخل تمام، نقول لها يا ماما اللي عايز حد يجي له، ما ينفعش انت تيجي تروح يوم جمعه اجازه والسكه مثلا نص نص فاضيه وتروح تقولي لا، كل خطوه لها ثواب، على طول كده يا استاذ زمان، وكل ده الثواب اللي يعني يفضل لها يا استاذ محمد، الله يخليكم ويفضل لكم على اهتمامكم. لا ازاي لا ازاي يعني شخصيات زي الاستاذه سهير لازم ننعيها ولازم ونسال السؤال، الا جزاء يعني اليس جزاء الاحسان هو الاحسان؟ الله يخليك يا فندم، متشكرين على نفسك، شكرا استاذ محمد، بقاء لله ولاختك بسمه والوالد طبعا، يعني بنسال قتلت واحده ست كريمه وامينه وخيره عشان 2000 جنيه؟ حسبي الله. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل كيف ننشئ منتخبا لكرة القدم. كيف نصنع مشروعا كرويا يستطيع أن يصل بنا إلى مش بس كأس العالم، ولكن إلى دوري قوي، إلى منتخب قوي، إلى أداء قوي؟ هي الحقيقة مش بس أن أنا أوصل كأس العالم أو أحقق مكاسب في كأس العالم، طبعا دي بتبقى يعني
قمة الأمور، ولكن هو المهم أن يكون لدي قاعدة قوية، نوادي قوية، دوري منضبط، شباب قادر يلاقي مساحة أن هو يلعب بعدالة، ناشئين يتم اختيارهم بعدالة أيضا، وشباب وهو صغير يقدر أن هو يحترف في الخارج، وبالتالي يكون عندنا جيل قوي. هذا مشروع كبير، القصة مش مسؤولية اتحاد بس أو وزارة الرياضة فقط، أو دي الحقيقة أن داخل فيها مسؤولية وزارة التربية والتعليم أيضا، لأن الرياضة يجب أن تبدأ من المدارس، هي مسؤولية للدولة كلها، لكل الأجهزة والنظام ونظام الدولة، علشان أن احنا نقدر نعمل مشروع كروي يكون مشروع قومي. على فكرة ده مشروع قومي، زي ما يكون في مشروع قومي في الصناعة، زي ما يكون في مشروع قومي بعمله في كذا، زي ما عايز ابني كذا، زي ما احقق كذا، تحقيق مكاسب رياضية وجيل كروي، وأن تكون الكرة كرة القدم بالألعاب الأخرى طبعا والألعاب الأخرى تكون مشروعا قوميا، ده مهم لبناء الإنسان المصري. ده هيكون سؤالنا، وهترك الإجابة للأساتذة الخبراء والمحللين، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي كابتن وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق، وكابتن جمال حمزة نجم الزمالك والمنتخب السابق، ودكتور ياسر أيوب الناقد الرياضي. ولازم يعني أدي الحق لأصحابه، كابتن وليد كان ضيفنا هنا و قال لنا وقت كاس العالم مين هيبقى في النهائي، قال فرنسا والارجنتين. مين هياخد كاس العالم؟ قال لك ميسي هياخد كاس العالم. فلازم ايه ندي الحق لاصحابه. انا اكتر واحد في الدنيا. انت كنت مراهن ولا ايه يا كابتن؟ مراهن، ويعني على فلوس يعني، ولا مراهن مراهنات يعني كده بس كله يعني على فانيلات ماشي على اولادي ماشي يعني الحمد لله يعني. اهلا بكم يا كباتن، وخلوني ابدا السؤال، من اين نبدا؟ انا قريت التجربه المغربيه وهتكلم عنها، لكن أنا أحب أسمع وجهات نظركم كابتن وليد، من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ طيب بداية إحنا بلد مش غنية، إحنا بلد الإمكانيات المادية عندها مش أحسن حاجة، فإحنا مش زي الإمارات، مش زي قطر، مش زي السعودية. على فكرة المغرب بلد مش غنية. بالضبط، ما أنا يعني رقم واحد إحنا مش هنعرف نعمل كل حاجة صح من تحت القاعدة، احنا عندنا حاجات كتير جدا 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 غلط، من اول القاعدة، من اول مدير قطاع الناشئين اللي في اي نادي اللي بيتباهى ان البادجت بتاعه بادجت قليل جدا جدا، يكاد يكون 10 مليون ولا 5 مليون ما يطلعوش ولا حد، مرورا بالاكاديميات اللي هي اصلا كل الهدف منها استثماري بحت وربح بس، مرورا باندية بدون ذكر اسماء، اندية بتبيع اساميها علشان فلوس، يعني نادي اكس بأي مستثمر يدخل يدفع فلوس ياخد اسم النادي ويبتدي يطلب من اولياء الامور ان هو عايز 20 30 50 الف جنيه عشان ابنه يلعب. ففي القاء في كوارث، علم من صلح كل ده. انا بقى من وجهة نظري الحلول، يعني احنا علشان مش بلد غنية، فاحنا هنروح للنموذج اللي هو زي البرازيل، زي المغرب، زي ما حضرتك ذكرتي. ايه الحل؟ الحل ان احنا نفتح باب الاحتراف، الحل ان يجي قرار سيادي من الدولة. من وجهة نظري انا عندي اقتراح، وبرضو ممكن هو مش متبلور قوي، لكن ممكن كل واحد يحط التاتش بتاعه، لكن انا شايف ان الدولة لو تدخلت وقالت ان اي لعيب كورة عنده 16 سنة، من سن 16 لسن 21 يحترف، ويبقى في لجنة او الرابطة او اتحاد الكورة او واتيفر، لجنة مخصصة ان يكون عندها الابر هاند او عندها هي القرار ان الولد ده يحترف. مين اللي يحدد سعر الصفقة؟ اللجنة دي مش النادي، لان كلنا وجمال وانا جالنا عقود احتراف والاندية بتبالغ بشكل مرعب. فانت ترى انه البداية ان احنا نفتح الاحتراف من وهم صغيرين. بالضبط. طيب اراء المختلفة كابتن جمال، البداية تكون فين؟ البداية من السن الصغير، مفيش حل. بس هو ما هي دلوقتي زي ما قال كابتن وليد، مش هنقدر ان احنا نبدأ دلوقتي من السن الصغير في خلال 4 سنين عشان نعمل منتخب قوي. السعودية مفيش لعيبة عندها محترفة ومنتخب قوي مثلا، فهي ما هو ده اللي انا بقوله. فاحنا واقفين في النص في كل حاجة، واحنا كان عندنا منتخب قوي ما كانوش محترفين. بالظبط. فهي احنا لا الدوري
بيفرز لعيب دولي، ولا احنا عندنا محترفين بالكم الكبير اللي هو نقدر ان احنا يبقى منتخب قوي. احنا واقفين في النص في الحاجتين، فهي لازم نعدل حاجة فيهم. يعني احنا دلوقتي مثلا التشكيل اللي هو بتاع منتخب مصر امام بلجيكا، محمد الشناوي 35 سنة دلوقتي، فكمان 4 سنين 39 سنة هيبقى موجود، يعني فيها يعني صعوبة، نسب قليلة، نسب قليلة جدا. علي جبر 36 هيبقى عنده 40 سنة، حجازي 31 هيبقى عنده 35 سنة، محمد صلاح نفس القصة هيبقى عنده 35 سنة، تريزيجيه 32، زيزو 31، محمود حماده 32، طارق حماده هيبقى عنده 39 سنة. فهي دي اللعيبة اللي موجودة في المنتخب دلوقتي، فهل ده اللي احنا بنفكر عشان يبقوا موجودين كمان 4 سنين؟ مستحيل. حضرتك بتقول لي ان احنا محتاجين نبني بقى من دلوقتي جيل جديد، من دلوقتي، لو انا عايز اوصل بالزبط كاس العالم القادم، فانا بتكلم على جيل جديد اصغر خالص. بالظبط، لان انا ما انا قلت لحضرتك الاعمار السنيه كلها اهي، عبال ما هروح لكاس العالم اللي جاي ممكن واحد بالكتير قوي او اتنين اللي يبقوا موجودين في القصه دي كلها. يعني لو معايا محمد صلاح وهو عنده 34 او 35 سنه، ممكن الوحيد اللي يقدر يبقى متواجد. نتيجة التنشئة هناك والإعداد هناك. دكتور خلاص دكتور ياسر، كتبت الحلم المغربي والكابوس العربي، وأن الدول أن الجماهير العربية لن بعد قصة المغرب مش هتقبل من فرقها الأداء اللي هو نص نص ده. ما احنا كان بيتضحك علينا حضرتك انه احنا وصلنا تأهلنا لكأس العالم وأسياد أفريقيا وكده، فأنا أعتبر ان احنا تأهلنا لكأس العالم خلاص، فنروح نلعب 3 ماتشات ونخسرهم بس احنا سعداء ان احنا في كأس العالم، أو نكسب ماتش مثلا في كأس العالم فيبقى خلاص، يعني احنا مش مطلوب مننا أكتر من كده. المغرب قضت على كل ده، وبقينا هنشوف بعد كده. ما كسبناش ماتش في كأس العالم، احنا ما كسبناش ولا ماتش، ولا ماتش في كأس العالم. احنا تعادلنا ماتشين بس وعملنا افراح بعد التعادل مع هولندا، يعني اللي هي كانت في نفس البطوله، كانت الكاميرون وصلت دور الثمانيه في نفس البطوله في مونديال 90. عايز اقول لحضرتك ان احنا نبتدي، وانا يعني هضيف للي قاله كابتن وليد وكابتن جمال وهم يعني نجوم كوره كبار جدا، انه البدايه تبقى الاداره مش اللعيبه ومش المحترفين. اداره الكوره في مصر احنا مهتمين قوي باعمار اللعيبه، وكابتن جمال كان عنده حق في الاعمار، لكن انا نفسي الاداره تبقى شباب. احنا عمرنا ما فكرنا في ده، دايما عندنا الاداره عواجيز، يعني عواجيز في الفكر. احنا عايزين اداره. تعرفي حضرتك ان احنا كان عندنا يعني قرابه 50 شاب وفتاه كانوا في اللجان المختلفه لكاس العالم في قطر، ما بين اداره مباريات وإدارة تذاكر إلكترونية وتحليل أداء، وكل دول مصريين اشتغلوا مع الفيفا. أعتقد دول نواة مهمة جدا إن هم يشاركوا في إدارة الكرة في مصر. يعني إحنا محليين جدا في تفكيرنا، مع إن في ناس بتدرس على فكرة في الخارج، عندنا كفاءات وعندنا دبلومات من الفيفا، ناس واخدة شهادات، وعندنا بقى اللعيبة. إحنا ليه تعبين نفسنا في حكاية الاحتراف وان احنا نسمح للانديه انها تسمح للناس انها تحترف ونجبرهم؟ طب ما احنا عندنا دلوقتي حوالي فوق ال 50 لاعب مصري بيلعبوا في دوريات اوروبا صغيرين. دي بقى تجربه المغرب اللي حضرتك قلتي عليها. بس احنا بنعمل ايه؟ بيجي مثلا لو افترضنا الكابتن وليد هو رئيس اتحاد الكوره، فيبعت جواب او مدير المنتخب يبعت جواب للناشئ المغربي المصري ده، تعالى بقى هنشوفك هنختبرك. المغرب ما عملتش كده. المغرب اختاروا مين الموهوبين جدا من المغاربه الاصول المغربيه، ورئيس الاتحاد المغربي سافر لهم بنفسه لبلده، مش بس كده واخد امه معاه. موضوع الامهات ده مهم جدا. احنا في ناس محترفه اللي حضرتك بتتكلم عليها دول ما نعرفهمش، ما نعرفهمش. واحنا عرفنا عمر مرموش امتى؟ بالظبط، يعني عمر مرموش اللي هو بتاع منتخب الشباب صلاح باشا ده. انت متخيل انه رئيس الاتحاد بياخد الام
عشان لما يروح يقنع اللاعب ما يلعبش المنتخب بلاده. انا كلمت الاتحاد يعني بدون ذكر اسامي، عرفت ان هم شغالين على 3-4 حاجات هقولها لكم. واحد، شغالين على حصر كل اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج علشان يتم الاتصال بيهم، وعرفت ان هم شغالين على الاكاديميات، على تقنين فكره الاكاديميات اللي موجوده المتناثره دي بان تكون مقننه كلها، ما تبقاش بقى اكاديميات بزنس كده متفرقه، وعرفت ان هم شغالين على انهاء مشروع الهدف اللي هو اعتقد احنا عندنا مبنى كبير او يعني ملاعب ضخمه جدا اللي الفيفا ساعدتنا فيها، واعتقد فاضل عليها 150 مليون جنيه دي اللي فاضله. ويعني من الحاجات اللي اتقالت لي ان انت متخيله لميس ان احنا مش عارفين المنتخب اللي اسمه ايه الاولمبي، لا المنتخب نفسه مدير المنتخب، المدير المنتخب الاول مش قاعدينه في الماريوت عشان مش لاقيين له مكان يقعد، فيتوريا مش لاقيين له مكان يقعد فيه، ملوش مكتب، ملوش برغم ان مشروع الهدف ده في اماكن رائعه، في ملاعب ممتازه، ده مساحه ضخمه، مساحات ضخمه، لكن عليه 150 مليون جنيه. احنا سنه 2009 انا كنت ليا الشرف ان انا بدرب منتخب مصر للشباب مع كابتن محمد عمر، كابتن تامر عبد الحميد، من 2009، وكان مشروع الهدف، وكانت الاقامه بتاعتنا في مشروع الهدف في اوض وفي ملاعب، وقعدنا اللعيبه هناك، كان معانا تريزيجيه وكان معانا كهربا، وكان 13 سنه يعني وكان شغال ويعني بالعكس، ووصلنا كاس امم، هو كان اتوقف شويه وبعدين اعيد بناؤه بشكل مختلف. طب انا عجبني في التجربه، قبل ما اتكلم عن الاحتراف، عجبني في التجربه المغربيه قصه الاكاديميه، ان في اكاديميه كبرى بتعلم الولاد، يعني الولاد بيخشوا يتعلموا دراسه عاديه، يخشوا يتعلموا اعدادي بقى ولا ثانوي او كده بجانبها الكوره، فكره اللي هي مدرسه الموهوبين اللي كانت موجوده عندنا في مصر بالظبط. فهنا هو خد الولاد التقطهم بقى، ايه اللي يديله منحه، ايه اللي يديله معرفش ايه، ايه اللي يديله حتى لو كانت مكلفه. المغرب بلد مش غنيه يا جماعه، بس في الاخر برضه من وجهه نظر انا الشخصيه، ولا اللعيبه اللي بره اللي سافرت بره، ولا لو انا عملت اكاديميات هنا او عملت مشروع جبت ولاد يعني انا شايفهم وبدور عليهم في النجوع والكفور وفي كل حته، وهاخد الولد ااهله من هنا، هيكونوا احسن من اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر اللي واخدين شغل. احنا كلنا انا وجمال واخدين شغل في الاهلي والزمالك من واحنا عندنا 10 سنين. قصدك انك تخش الناشئين يعني؟ انا قصدي ان تاني لو حصل في مشروع ان انا اتيح للعيبه اللي من سن 16 سنه لسن 21 سنه، مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك عنده ولد جاي له فرقه اوروبيه، انا اعمل احتراف يكون مش اجباري، اولا يكون ليه رولز معينه، يعني انا اقول ان اللجنه هي اللي تقرر بيع اللعيب، هي اللي تقرر ثمن اللعيب، اللعيب ده اذا رجع مصر في اي وقت فيرجع على ناديه عشان ما يبقاش فيه ترانسفير او كوبري لنادي تاني، زائد ان النادي ده لو هو طلع لعيب، يعني النادي الاهلي طلع 2 لعيبه، اروح سامح له في قائمته الكبيره ب2 لعيبه زياده، بدل ما هم 25 يبقوا 27، طلعت 5 لعيبه يبقوا 30 لعيب، طلعت 4 لعيبه وهكذا. انا قصدي ايه، ان انا بيجي عروض احتراف، وانا بتكلم الكلام ده على مدار الاجيال، احنا من ايامنا ولغايه دلوقتي في لعيبه كويسه جدا عندها 16 سنه و17 سنه و18 سنه في كل انديه مصر، وبيجي لها عقود احتراف بره. لكن انت بقى بتعمل ايه؟ انا عايز في اللعيب 2 مليون دولار، ايه اللي هيديك 2 مليون دولار؟ بص المغرب بيطلع بكام؟ بص البرازيل عندها 1300 محترف، بس واحنا عندنا 7 8 النوادي متمسكه بلاعبيها طبعاً. وكمان بتشتري لاعبين عفوا كسر، ما نجيب اسامي يعني، عندك الولد وبتدي للولد الناشئ كام؟ يعني حضرتك انا النهارده سافيو ده اللي جبناه في الاهلي، ولا بنيني سامسون ده اللي جابوه في الزمالك، المرتبات بقت رهيبه، فانا هسافر ليه؟ ايوه بالظبط، ما بالظبط هسافر ليه؟ اتغرب بقى واسيب، كنت انا باخد هنا اكتر. يعني انا لو عملت اللعيب ناشئ هنا عنده 17 سنه بعمل له عقد، فبعمل له عقد بقول له مليون جنيه، طب انا خلاص يعني هسافر ليه؟ هيسافر ليه؟ ما خلاص. لكن انا النهارده لو انا الولد ده عارف ان هو امله وروحه في الاحتراف هطلعه بره، انا بقول لحضرتك مش انت بتقولي خطه 4 سنين عشان 2026، انا بقول لك كمان سنتين هيبقى عندنا 20 30 لعيب محترف بره في اوروبا وكويسين. طب خليني ابدا بالناشئين بصراحه،
قطاعات الناشئين عليها علامات استفهام كتيره جدا طبعا، وعلى يدي يعني طبعا كله بواسطه كله يعني معلش يا جماعه مش حكايه واسطه بس لا كله بالواسطه، لا مش ده اللي مبوظ الموضوع، هي مش واسطه بس. مين اللي ماسك القطاع بيختار ازاي بينزل يلف عشان كشاف؟ احنا زمان بقى كان في كشافين زمان لان دلوقتي احنا برضو ماسكين الموضوع من فوق، هي من فوق الدرجه الاولى، لا احنا لازم انزل الاساس بقى اللي هو اللي تحت. تمام، انا دلوقتي مين اللي بيدرب الولاد الصغيرين؟ محدش عارفهم ليه؟ لان المرتبات بتاعه الناشئين صغيره جدا. فهبتدي انا مثلا جمال حمزه انا باخد رقم كذا، هتجيبني في امسك مثلا العشر سنين، الولاد عندهم عشر سنين، وهو ده المفروض اللي يحصل. يعني مثلا فكره اياكس، اياكس اي نجم بيبطل على طول بيبقى بنفس مرتبه مع الولاد الصغيرين اللي عندهم 10 سنين و11 سنه و12 سنه، لان هو ده الاساس. بس ده هو ده ما احنا ممكن نعمل كده على فكره، يعني ما احنا ممكن نعمل كده، احنا بنصرف اكتر من اللي ممكن نصرفه وفي الاخر ما بنطلعش حاجه، لان احنا ماشيينها بالعكس. يعني بدي اللي فوق اللي هو اللي المفروض ان اللعيبه جاهزه وانت مش محتاج ان انت تعلمهم حاجه. الارقام كلها مبالغ فيها جدا دكتور جدا كلها يعني سواء معلش سواء للاعبين الكبار طبعا. او يعني انا مش عايز اقول لكم ان الصناعه كلها بتخسر، عايز اقول لكم اكيد عارفين ان الصناعه كلها بتخسر. عايز اقول لحضرتك ان فيكتوريا مرتبه اعلى من تلتين مدربي كاس العالم فيكتوريا، يعني الركراوجي المغرب بياخد تلت مرتب فيكتوريا. احنا المشكلة عندنا انه المغرب دولة فقيرة وتتعامل على انها دولة فقيرة لكن طموحة، وهذه بيسموها لعبة الفقراء على فكرة. بالظبط، هذه لعبة الفقراء. احنا بقى دولة فقيرة نتعامل انها دولة غنية، مكتسية بتوب الغنى ان احنا اغنية، فاحنا بنجيب المدرب اللي هو بياخد 60,000 دولار و 50,000 دولار بنجيبه احنا ب 180,000 دولار، واللاعب اللي تشتريه تونس ب 300,000 دولار بنشتري احنا ب1.5 مليون. ليه؟ انا 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 ضد الكلام اللي اتقال انه عشان سمسره وعشان عمولات وناس بتقسم معاه في الفلوس، لا هو فكره اللي هو ده جزء إيه؟ برضو على فكره ده جزء، بس انا يعني مش هو الجزء الاكبر، يعني الجزء اللي هو ايه استسهال والمال السايب وعدم المسؤوليه، فكانت النتيجه ان احنا بقينا بنصرف فلوس كتيره جدا والحصاد فقير جدا، رغم ان احنا لازم نتعامل على اننا دولة فقيرة في تعاقداتنا في مرتباتنا في اجور اللعيبة. احنا دلوقتي بنروح نجيب محترفين بدون داعي وبنصرف حتى في ظل أزمة الدولار، بدل ما نطلع ناشئين نعمل صدق. يعني كانت ميزة نوادي كتيرة جدا انه زي مثلا الارجنتين او زي فرنسا الدكه كانت عامله ازاي يا جماعه، الدكه عظيمه يعني وقع واحد بنزيما ما جاش فيه 10 غير ده برضو اللي احنا بنقوله في الاول، لعيبه محترفه من وهي صغيره متجنسه عايشه في فرنسا من مع اهاليهم. احنا لو جبنا منتخب فرنسا كله فيهم واحد بس فرنسي، منتخب السنغال عنده محترفين قد ايه؟ كله 40 كتير. انت بتنقي قايمه 20 من رقم كبير جدا. ما هو بص في الاخر على ما نظبط القاعده تاني، على ما نظبط كل حاجه، يعني انتوا بتقولوا ارقام اللعيبه عاليه جدا، طب اتفرجي بقى على ارقام المدربين بياخدوا كام؟ بياخدوا 3000 و 4000 جنيه في الشهر، يعني مدرب المفروض ان هو نجم ونجم بالزبط. كبير نازل يدرب ب 3-4000 جنيه، فبيضطر يعمل ايه؟ بيضطر ياخد الولاد دول حاجه اسمها برايفت، يروح يمرنوا بقى في الفيلا بتاعته ولا يروح يمرنوا بره، فكله بص او يرفض ملخبطه او يرفض ما يمرنش. بس على ما تتعدل انا من وجهه نظري الحل في الاحتراف. طيب احنا عندنا حل يبقى متوسط المدى وحل طويل المدى بالزبط. لازم نشتغل على الاثنين بالتوازي. في جزء بس في المشكله ديت، واعتقد انه كابتن جمال وكابتن حازم هيوافقوني عليه، انه بقالنا 40 سنه ومش مقتنعين ان نظام الناشئين خطا. ما هو ده اللي انا عايز اتكلم، نظام الناشئين فكره ان انا اجيب الناشئ واقول له ان انا تعالى هتخش اختبارات الاهلي او الزمالك وقدامك 3 دقائق تثبت فيهم موهبتك في وسط 1000 واحد بيلعبوا، ممكن يرتبك، ممكن يبقى قلقان، ممكن يبقى خايف، وممكن يبقى المدرب ما شافوش اصلا. ادي ده نظام الموارد. ممكن تقولوا لي تجربتكم عن نظام الناشئين وانتوا ما قدمتوا بيها يا كابتن وليد؟ كارثيه. قول لي تجربتك مع نظام الناشئين. لا انا اما دربت في النادي الاهلي انا مثلا بلاعب فريق تاني بنلعب مثلا تحت 12 سنه او 11 سنه، انا شفت مدرب
بيشوط الكورة في وش ولد صغير علشان ضيع انفراد، وهو اصلا العالم كله ما بيعملش اللي احنا بنعمله. العالم كله قبل سن ال 14 سنه، قبل سن البلوغ، مفيش منافسات، كله يعني فاني. اكبر دليل على كده احنا لما بنطلع الاهلي مثلا يروح يلعب برشلونه تحت 12 سنه بنديهم 5-0، نروح نكسبهم 5-0 ونرجع. هاتي نفس الفريق ده تحت 18 سنه شوفي هو اللي هيدينا 5-0. احنا اللي هناخد 5-0 ليه؟ لان هم احنا بنروح نكسبهم ونبقى ولازم تجيب جون. طب هو المدرب بيعمل كده ليه؟ لان حضرتك لو كسب البطوله هياخد شهرين مكافاه، فهو عايز لو خسر يكسب هيمشي. ولو خسر هيمشي، فهو عايز يكسب حتى لو بيضغط على الجهاز العصبي للولد الصغير اللي ما عندوش اصلا يعني عضلات ولا عنده انك انت جهاز عصبي تبقى هتضربه او تشوط الكره في وشه عشان ضيع انفراد. هناك بقى بيعملوا ايه؟ بيلعبوا المباراه دي وينزلوا على البسين، يعني هو بيتعلم لغايه لما يوصل لسن وبعد كده بيروح لمرحله. يعني في اكاديميه المغرب وفي اكاديميه برشلونه وفي اكاديميه ريال مدريد بيجيبوا العيال الصغيرين ويسيبوهم فتره يلعبوا، بحيث ان المدرب بيشوف مره واثنين وثلاثه، ومره هو متضايق ومره هو تعبان ومره هو مبسوط، فيقدر يحكم عليه من غير منافسه. انت جايب مدربين عباقره هيحكموا على الناشئ في دقيقتين في وسط 100 واحد بيلعبوا. ونسال كابتن جمال ازاي، يعني ازاي فرق الناشئين بتدار؟ بيختاروا اللاعبين ازاي؟ يعني بيعملوا مثلا ايه؟ بيعملوا مسابقه او امتحان؟ خش انزل تقسيمه 5-5 6-6 وثلاث دقائق ويشوف. يعني مش ثلاث دقائق، بتبقى ممكن ازيد شويه، بس في وسايط كتير. وانا بقول لك اكيد ما في ناس ناجحه قبل ما تختبر، يعني هو دي في ناس لا في ناس ما بتختبرش اصلا. نظام الاختيار نفسه، انا النهارده مثلا مدافع زي الوينش مثلا، انا هختاره ازاي في 5-5؟ ما اكيد هو مش هيكون احسن حاجه في الكوره وهو صغير، مش مهاري يعني. مش مهاري يعني، هي الفكره نظام الاختيار غلط، نظام الاختبارات غلط. فكره الدكتور ياسر بيقول في ناس بتيجي من بلاد بيصحى يعني بعد الفجر يسافر عشان يروح اختبار الزمالك او اختبار الاهلي. يبقى هل كان اصلا هو جاي؟ انا برضو تاني رأي، المنظومه من تحت كلها يعني عايزه تتنسف. ويتعمل لها قواعد مختلفة تماما. فقواعد الاختيار لازم تبقى ازاي؟ رقم واحد اول حاجة علشان تعد ناشئ كويس لازم يكون المدرب بتاعه معد كويس. طب هعد المدرب ازاي؟ انا مثلا او جمال حمزة بطلنا كورة، انت لازم تأهلني، ده دور على النادي ودور على اتحاد الكورة. عمرك سمعت ان اتحاد الكورة طلع مثلا 5 اداريين يعملوا معايشة في اوروبا؟ يعملوا مثلا معايشه في برشلونه ولا فريق؟ فيش. في دور على النادي، انا قلت الكلام ده في النادي الاهلي. كل سنه طلع 5 مدربين وطلع 5 اداريين يعملوا معايشات، ياخدوا دورات بره، الناس دي هترجع لي. رقم واحد كمان المرتبات، قطاع الناشئين اللي يصرف 100 مليون وفوق قلل المرتبات شويه، علشان لما قطاع الناشئين يطلع لك 7 لعيبه يبقى ال7 لعيبه دول قيمتهم هتقرب من المليار. كابتن جمال لو بتعمل قطاع ناشئين هتظبط فيه ايه اهم حاجه؟ المدرب اول حاجه. لازم المدرب، احنا حضرتك المدربين، في مدربين ما معهاش الملاعب، ما معهاش رخص، ملاعب متهالكه عندنا طبعا ده اكيد، بس يعني قصدي اهم حاجه في الناشئين المدرب. لان هو فتره بالظبط، فتره مثلا من 9-10 سنين لغايه 14 سنه ده اللي انت هتفضل تلعب بيه لغايه اما تبطل. يعني انا فاكر الحاجات اللي كان الكابتن جاري الصغير الله يرحمه بيعملها لنا مثلا انا وميدو، لما الكره تبقى هنا لازم حضرتك تتحرك كده ولازم حضرتك تتحرك كده. فبرضه كان العدد مش العدد ده، احنا دلوقتي انت العدد في الناشئين مفتوح، يعني ممكن اعيد 100 لعيب الاقي فجاه المدرب بيمرن 70-80 لعيب في نص ملعب. انا هنا بتكلم على كل النوادي، مش بتكلم على الاهلي والزمالك بس. كله هتلاقي كده طبعا. قبل النقطه ديت عايز اقول اقتراح، ومعرفش هيبقى رايكم ايه فيه، ممكن يبقى اقتراح مجنون لكن هو انا شايفه انه اقتراح حكيم جدا. ليه انا مصمم على ان انا اعمل الاختبارات 2 في السنه؟ ايه ما قررش اعمل يومين في الشهر كل شهر؟ لانه اما بعمل 2 في السنه بيجي لي اكتر من 20,000 ناشئ بمضطر اختبرهم في كام يوم. طب ما انا اعملهم كل يومين كل شهر والمدربين براحتهم والاعداد براحتهم كبيره. يعني الاهلي مثلا عامل اكاديميات في اغلب المحافظات، فدلوقتي الولاد بتوع المحافظه بيروحوا بيبقى في اختبارات وبيروحوا مثلا الاكاديميه، والزمالك عامل كده، يعني اغلب الانديه بيعملوا كده. هي المشكله يا دكتور مش في فكره كمان ان يجي لك ولد كويس، احنا والله في الاختبارات يعني مثلا في النادي الاهلي بيبقى فيه
20 30 40 الف ولد بيطلع منهم ولاد كويسين قوي، بس هي الفكره انت هتديهم ايه؟ ايه اللي انت ما هي دي الخطوه الثانيه بقى، دي خطوه بعد الاختيار ان انا ازاي هرعاهم، ازاي اللي بعد الاختيار هي دي الاهم. والمدرب نفسه انت اعدته ازاي؟ يعني خدي بالك انت لما عايز تعلم حد شوف اللي هيعلمه، اذا كان اللي هيعلمه ده اصلا بالزبط. مهيئ ولا لا؟ يعني مثلا كابتن علي ماهر بيقعد في المدرج في الماتشات بتاعت افريقيا لانه مش واخد الرخصه التدريبيه. طب ما حضرتك قافل الرخص التدريبيه بقالك 10 12 سنه. طب هو هياخدها ازاي؟ هياخدها. طب هو المفروض ان هو ياخدها ازاي؟ يعني يعملها ازاي؟ مدرب فيوتشر قاعد أيوة. في المدرج عشان هو معهوش رخصه التدريب وهو بيدرب فعلا النادي بالظبط، لان الاتحاد الكوره بقالها 10 12 سنه مش موجوده الرخص دي، في ناس غير مؤهله يعني. طبعا معتبرين كل المدربين دول غير مؤهلين، وهتبقى مشكله لما بنروح لافريقيا. لما تروح في افريقيا ما ينفعش تقعد على الدكه، ما تقعدش في الملعب. فهي اللي حضرتك برضو قلتيه في الاول انه كل اتحاد كوره بيجي المفروض الاربع سنين دول بمشروع ولا ومشروع احنا كمان لازم نبقى عارفينه طبعا، مش في السر يعلن عنه. بالظبط. انا في السنه الاولى المفروض اعمل 1 2 3، السنه الثانيه اعمل 3 4 5، السنه الرابعه المفروض لما اروح كاس العالم توصلني انا هعمل ايه في كاس العالم، مش انا بوصل في كاس العالم. المره دي يعني المره دي احنا ان شاء الله باذن الله نامل فيهم خير. بس لا، حازم شغال بشكل كويس جدا طبعا، بركات شغال كويس، بركات شغال كويس قوي، وفي واضح ان في خطه طويله المدى، واضح ان مستر فيتوريا عشان يمضي عقد 4 سنين، واضح الملفات اللي بيقولوها لحضرتك. وانا سمعت مستر فيتوريا مع كابتن سيف زاير وقال نقط مهمه جدا جدا، اهمها ان الحته اللي جمال قال عليها فكره متوسط الاعمار لازم ننزل. بس انا في الاخر كل ده ناس بتشتغل غصب عنها في المناصب، لكن احنا بقى اللي شايفين القصه كلها. مهما عملت مهما حاولت والنظام اصلا القاعده بايظه مش هتعرف تطلع حاجه. فعلشان كده انا بقول الاقتراح بتاع الاحتراف ان انت لو فتحت الاحتراف بقرار من الدوله صدقيني هو ده الحل الوحيد، ان احنا بعد سنتين ثلاثه نلاقي عندنا 20 ده الحل اللي هو متوسط المدى، يعني اللي هو السريع، لان انا عشان ابني من اول تحت هاخد وقت. لان محمد صلاح لو كان بيلعب في الزمالك وفي الاهلي كان زمانه قاعد معانا جنبنا هنا، كان زمانه قاعد جنبنا هنا. والله لانه مش هيسافر. البرازيل عندها 1300 محترف، ما انا ممكن ادرس الحل، بيطلعوا ببلاش. اشمعنى البرازيل بلد كانت فقيره؟ حتى لو ما هو بيطلعوا ببلاش، بس هو ما هو ده كمان له علاقه باللاعب المصري اللي مش بس عشان بياخد فلوس هنا، وبياخد فلوس هنا وبيتدلع هنا بالزبط. وهناك بيتحط في الحله البريستو بالزبط. عشان هو ما لقاش غير هناك كده، بيتحط في الخلاط. ما هو لا، ان احنا كله هو عنده 16 سنه، لو جاله عرض احتراف وهو عارف ان هنا مش هياخد حاجه ومش هياخد فلوس والفلوس قليله جدا، هيبقى حلمه في الاحتراف. بس عارف يا كابتن وليد ليه البرازيل طلعت كل هؤلاء المواهب؟ لان البرازيل لسه لغايه دلوقتي معترفه ومحترمه ان كره القدم هي لعبه للفقراء. وعمرك ما هتلاقي الاغنياء يعني الا باستثناءات قليله جدا يتالقوا في الكوره. ده لما بيوصلوا بقى، لما بيكبروا يكونوا لكن نجوم. لكن هي لعبه للفقراء. بالمناسبه كاس العالم نفسه اتعمل، جوري مي عمله عشان خاطر حقوق الفقراء يلعبوا كوره وينافسوا اوروبا، ده كان فكره كاس العالم. فالبرازيل ما عندهاش لا اكاديميات ولا هي بتختار ناشئين، هي سايبه الناس كلها تلعب، والموهبه بتطلع وبتظهر نفسها وبتثبت نفسها. لكن فكره انك تعمل هنا اكاديميات ويجي الاب يدفع 500 جنيه او 1000 جنيه في الشهر وعشان الولد هيطلع محمد صلاح جديد ويصرف على عيلته وكده، دي كلها في فكره حلوه عاملها زي توظيف الاموال، دي توظيف كره القدم. في فكره حلوه عاملها ميدو وفي ناس كتير بدات تطبقها، اللي هي فكره ان انا ميدو مثلا جايب 40 ولد هو منقيهم معاه تيم كامل، منقيهم من كل اماكن محافظات مصر وجايبهم هنا، بيشرف على تعليمهم، بيشرف على التغذيه بتاعتهم، جايب لهم مدربين بيشتغل معاهم كل واحد انديفيدوال مثلا. بس ده عمل فردي بالظبط. انا حاجه فرديه. لكن الاهم من كده الولد اللي واخد شغل مثلا في النادي الاهلي وفي الزمالك وفي بيراميدز وفيوتشر في الاتحاد السكندري وفي الاسماعيلي، الولد اللي دخل عنده 8 سنين او 9 سنين وبقاله 10 سنين بياخد شغل كوره، ده هيطلع منجم ذهب.
بس زي ما كابتن جمال قال، هيطلع ليه يمشي ليه بالزبط. ويروح عشان يتغرب واتعب نفسي ليه ويتحط في الجيم 24 ساعة بالزبط. في 24 ساعة وهو هنا بيتدلع جنب ماما بتعمل له محشي وباخد فلوس اكتر، بياخد فلوس اكتر. ايوه باخد فلوس اكتر. يبقى البداية ان الفلوس لازم تنزل طبعا، ولازم ندرك انها لعبة الفقراء بالزبط. ولازم نفتح الباب للاحتراف والنوادي كمان تبطل تشتري لنا الحاجات الغريبة اللي بتجيبها الناشئين والشباب. لازم نهتم بيها جدا، لان دي برضو نقطه مهمه جدا، لان هم دول ان بنعد برضو لاعب دولي للمنتخب الاول. طيب اسمحوا لي نخرج فاصل قصير. انا بعتقد ان ده حوار مهم لازم يتفتح، ولازم يتفتح عده مرات، لانه مهم ان احنا نعرف من اين نبدا. من الواضح كده من كلامي مع الاساتذه والكباتن انه احنا لازم يبقى عندنا خطتين، خطه قصيره المدى او على المدى المتوسط، وخطه على مدى اطول. ما انا مش هقدر اغير كل المنظومه من تحت لفوق في 4 سنين، وانا عندي هدف لاربع سنين، فيبقى عندي مشروع واضح على المستوى القصير، منه فتح الاحتراف، البدء في اصلاح موضوع الناشئين، البدء ده مش هيتصلح بين يوم وليله، ونبتدي بقى نفتح المحافظات ونشوف المحافظات دي وضعها ايه، لان فعلا فيها مناجم ذهب. فاصل ونرجع. إذن في الفاصل السابق تحدثنا عن الناشئين، تحدثنا عن الاحتراف اللي يجب أن يفتح بأسعار بسيطة ليه عشان لاعبينا ياخدوا الخبرة والإكسبيرينس هناك، لأنه كمان في هناك في البناء الجسدي. يعني احنا شفنا صلاح قبل ما يروح، وشفنا صلاح بعد ما يروح، شفنا كل لاعبينا هناك في بناء جسدي مختلف تماما عن ما يحدث هنا. طب نتكلم بقى على مسابقة الدوري. دي مسابقة غريبة كده جدا، يعني أنا بحس إنها لا علاقة لها بالدوري المنضبط. يعني إيه اللي ممكن يجعل هذه المسابقة قوية وسط الدول اللي حوالينا؟ يعني إحنا عايزين بس مسابقة دوري قوية منضبطة وقوية. لازم أقلل عدد الأندية، يعني إحنا عندنا عدد 18 نادي، ده كتير شوية، ولازم امد الدعم بدعم حقيقي للانديه الشعبيه. يعني انا عندي اهلي، زمالك، اتحاد مصري، اسماعيلي مع غزل المحله، اسوان، لكن لازم يبقى في اكتر من كده. بص يا حضرتك، الكوره من غير جمهور ومن غير دعم جماهيري هي لعبه ميته. احنا ما عندناش جمهور، احنا الجمهور عندنا ايه 5000، لا ما هو يعني ما هو الاهلي جمهوره وراه، والزمالك جمهوره وراه، والاتحاد والمصري والاسماعيلي. لا الاعداد قصدها، ما دام الاعداد بتبقى قليله، ما هي احنا دلوقتي هيرجعوا، يعني هيرجعوا. وبعدين السوشيال ميديا والميديا كلها عموما جمهور. تقصد الجماهير اللي هي منتميه للنادي. ما هو اللاعب لازم يخاف من الجمهور، لازم يعمل حساب للجمهور. طب ما انت عندك معلش نوادي شركات وهيئات هتعمل فيها ايه؟ يعني نوادي الشركات دي طالما هي الكره في العالم كله ملهاش جمهور، يعني لا، والكره في العالم كله معلش فلوس. يعني لو الناس دي شغاله صح حقها، ما انت برضو في الاخر ما تجيش تقول لي اصل انا نادي شعبي بس ما بديش مرتبات للعيبه او ما بصرف. خلاص طبعا انا، لكن زي ما الدكتور ياسر بيقول لازم وقفه، لازم توزيع العوائد تتوزع بشكل يكون فيه الانديه الجماهيريه ليها حق اكبر. دي نقطة مهمة جدا، لكن في الآخر أنا دايما بحب أبص لنص الكوباية المليان. إحنا بدأنا بقالنا سنتين بدأنا نتطور سنة بسنة، يعني إنشاء رابطة دي نقطة مهمة جدا. مسألة تعيين مستر كلاتنبرج، واحد أجنبي يدير ملف التحكيم، التحكيم بقى أحسن بكتير، الحكام بقى يسيبوا الالتحامات البدنية أكتر، بدأ سرعة الدوري نفسه تتحسن. إحنا بس الدوري ينتظم مع وجود الجماهير، مع وجود كاميرات في كل الملاعب، مع بعض التفاصيل كده. انا شايف ان احنا دوري قوي، وبتفق مع الدكتور ياسر 100% ان احنا لو قللنا عدد الدوري خليناه 16 نادي، انا شايف ان دي تديك ارتياحيه، تديك ما تتوقفش كتير. يعني دوري قوي ازاي؟ شوف من يومين كنا بنشوف الزمالك والمقاولين والاهلي والسموحه. معلش يعني عشان معلش عشان ده احنا لسه راجعين من وليد، يعني معلش. اداء بصراحه الواحد فتح التلفزيون قفله تاني. معلش احنا بننافس مع مين؟ احنا اقوى
من يعني سيبك طبعا من الامارات والسعوديه، دول في حته ثانيه عشان محترفين مختلفين ومدربين مختلفين ودوري مختلف، لكن احنا احسن من تونس واحسن من المغرب واحسن من الجزائر ليه بقى؟ لان احنا اصلا ما بنطلعش اللعيبه. لا كدوري كانديه كدوري مش كمنتخب. آه كدوري كانديه كدوري اه كانديه. ليه؟ لان احنا ما بنطلعش حد، هم بيقعدوا يطلعوا الناس. لا احنا الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر الفرق كلها فيها لعيبه متقسمه، فاحنا ما بنطلعش حد، اي حد بيجي له احتراف احنا ما بنرضاش. فالدوري لا، الدوري في لعيبه جامده وفي لعيبه كويسه جدا وفي منافسه وفي اثاره كبيره جدا، لكن عندنا مشكله في انتظام الجدول. ان شاء الله باذن الله الرابطه بتحس ان الجدول عارف بيكمل بسنه ونص وبعدين يعدي السنه اللي بعدها وتبقى مش عارف هو الماتش ده الكاس القديم والكاس الجديد المحتوى الفني نفسه والكاس اللي على جنب وكاس الرابطه المحتوى الفني نفسه. انت بتلعب 7-8 اسابيع فالدنيا بتشد قوي ويبقى في اثاره والاهلي والزمالك وبعد كده تروح واقف 40 يوم وبعدين تروح لاعب ماتشين في الكاس. كابتن جمال احنا عندنا دوري قوي. ما هو انا بس عايز اديكي نصيحه ما تقارنيش الدوري بكاس العالم. مش لازم كاس العالم، انا بشوف لعبه تانية. احنا المشكله يعني احنا السويتش يا سيدي انا بشوف دوريات اخرى. ايوه اصل السويتش انت ما لسه ما قلبتيش على الدوري المصري. اه بلاش الدوري الانجليزي. مش هقول لك على الدوري الانجليزي. دوري انجليزي مين؟ مش هقول لك على الدوري الاسباني. مش هقول لك على الدوري مش في الحته دي خالص. مش رايحه خلينا في هنا. وانا ليه لا احنا احسن من ما بقاش يعني على الاقل زي شمال افريقيا ما بقاش زي افريقيا. احنا لا لا احنا احسن من شمال افريقيا كدوري لانه المستويات هم ما عندهمش غير فرقتين والباقي بالظبط. يعني زي ما بيقول كابتن وليد احنا اللعيبه بتاعتنا الدوليه كلها موجوده في الدوري. يعني احنا المحترفين هي 4-5 اللي احنا بنبقى معتمدين عليهم، فاكيد الدوري قوي. هي بس المشكله انه انتظام المسابقه ده مهم جدا، لانه المفروض المدربين ببقى عامل برضو خطة تدريب ان انا طول الست شهور دول كل اسبوع عندي ماتش او عندي ماتشين مثلا، فبشتغل كده وبعدين فجأة في النص الاقي فجأة ان انا وقفت 40-50 يوم، فببتدي اعيد نفسي من الاول وجديد، ابتدي اكني فترة اعداد واللعيبة لسه تدخل فورمة الماتشات، وبعدين ابتدي انتظم شهرين ثلاثة بعدين هوب فجأة هنلعب الكاس القديم. ساعات بتلخبط وانا في انهي، هتلاقي مثلا فرقتين ثلاثة بيلعبوا وبقية الفرق كلها قاعدة بتتفرج عليهم يجي شهر. هي بمناسبة المقارنة بس احكي لحضرتك حكاية صغيرة جدا. لما طلعنا الأهرام الرياضي سنة 1990 كان داخلين كاس العالم بعد 6 شهور في إيطاليا باليرمو، وربنا يرحم الاثنين يعني الأستاذ إبراهيم حجازي قال لي روح حاول تقنع استاذ انيس منصور انه يكتب لنا عن كره القدم. فرحت طلعت فوق للاستاذ انيس منصور المكتب وقلت له احنا الاهرام الرياضي وعايزين حضرتك وكاس العالم وكده. فقال لي طب بص انا رايح ايطاليا بعد بكره فهحضر ماتش هناك وارجع ونقعد بقى فسافر ورجع. يا استاذ انيس قال لي ده انا كتبت موضوع، فكتب موضوع ونشرناه في الاهرام الرياضي بيقارن بين اللعبتين، اللعبة اللي بتتلعب في مصر واللعبة اللي بتتلعب في يا جماعة إيطاليا. والله بنلعب لعبة تانية. وهو قال كده بنلعب لعبة تانية. زعلوا مني لما قلت عكش بنلعب لعبة تانية. هو اخترع هذا التعبير ان هو يعني انه سبحان الله انه في لعبتين شبه بعض في بعض شبه الحاجات بعض هم فيهم لكن نفس الملامح لكن دي حاجة ودي نفس حاجة القوانين. يعني نفس القوانين. عايز اقول لحضرتك ان النهاردة مثلا في الدوري الانجليزي النهاردة ليفربول لا حتى الرؤية مختلفة. يعني حتى الدوري الانجليزي عن كاس عن العالم لا مختلف برضه. صلاح كسب النهارده الحمد لله نرجع للسؤال التقليدي اللي بيتسال دايما هل الاهلي والزمالك اقوى من الاتحاد علشان كده الدنيا غير منتظمه وكلامهم هم اللي بيمشي؟ هل ده حقيقي؟ الاهلي والزمالك اقوى من الاتحاد وهيفضلوا اقوى من الاتحاد ومهما غيرتي شخوص للمسؤولين على الاتحاد ولا شخوص مجلس إدارة الأهلي والزمالك برضه هيفضل الأهلي والزمالك أقوى من الاتحاد لسببين. السبب الأول التاريخي هو أن الاتحاد اتأثر كطفل مدلل للاتنين فعمره ما هيكبر عليهم، والسبب الثاني أنه الاتحاد كل معظم قراراته يا إما خاطئة يا إما متأخرة فما بينالش قاعدة جماهيرية تمكنه من الوقوف قدام شعبية الأهلي والزمالك. يعني أما تيجي النهاردة تدافع عن الاتحاد قدام جمهور الاهلي او جمهور الزمالك مش هتقدري
لانه مش هتلاقي ما تستند اليه. دايما متهم، دايما بيتهم انت بعدين ليه ما تستقيم. على طول القرار الصحيح حينما يتاخر يصبح قرار خاطئ. بركات انت اهلاوي. القرار الصحيح حينما يصدر متاخرا يصبح قرار خاطئ. فالاتحاد دايما متاخر جدا في قراراته في مراجعاته، وبعدين ما بيبادرش بالاصلاح. يعني دايما الاتحاد يستنى ضغط اعلامي سكنات. وضغط جماهيري وضغط انديه عشان يبتدي يفكر في الحل، لكن هو ما بيبادرش بالحلول. كابتن وليد قلت ان الرابطه دي حاجه كويسه ليه؟ ما انا ايه الفايده يعني الفايدة اللي احنا استفدناها منها؟ الفايده ان دول ممثلين عن ال 18 نادي، فانت مش هتناقض نفسك. يعني النهارده الاستاذ احمد دياب او كابتن عماد نتعب او كل النتيجه كل النتيجه هل وجودهم كان له تاثير طبعًا ايجابي طبعًا على اللعبه؟ مليون في الميه طبعا. على الاقل دلوقتي بقى القرارات بتلاقي رضا عند كل الانديه لان انت اللي بتمثلني. يعني دي نقطه مهمه جدا. شفنا ازمه المحله الاخيره وتدخل الاستاذ احمد دياب، دي برضو ده من شغل الرابطه. فكرة انتظام الدوري هيبتدي يوم كذا هينتهي في شهر 6، يعني دي حاجات بتدعو. فكرة وجود خبير أجنبي، فكرة وجود سماعات محترمة للحكام، فكرة ان الحكام بقى ليهم ايمج مختلف، حتى الملابس اتغيرت، حتى الإضاءة الفار. يعني لا انا حاسس ان احنا يعني خطوات طبعا بطيئة، لكن للأمانة بالعكس دي خطوة كويسة جدا، إنشاء رابطة تمثل كل الأندية. طب كلمات أخيرة وقتنا خلص كابتن جمال في نفس الموضوع. كيف نبدأ يعني لو احنا بنبص على كل الملف؟ يعني ما هي ما زي ما احنا اتكلمنا في البداية، هي لازم حاجة سريعة دلوقتي ان انا ابتدي اعمل جيل جديد للفترة اللي جاية عشان كاس العالم اللي جاي، وفي نفس الوقت لازم ابتدي زي ما حضرتك قلتي كده ابتدي اصلح من تحت، من القاعده، من تحت، من قاعده ال تقييمك لفيتوريا؟ لا ما اقدرش اقيمه لسه، هو يعني ما فيش حاجه، انت لسه ما عملتش حاجه. ف ما لعبش غير ايه ماتش بلجيكا يعني لا صح، كل حاجات يعني ما فيش اختبار حقيقي دخل فيه فيتوريا. وانا برضو بصراحه يعني انا عذره، لان هو برضو جاي على ناس زي ما احنا بنتكلم الاعمار السنيه اللي انا قلتها لحضرتك، هو ده قوام المنتخب. فعشان انا ابتدي اعمل منتخب جديد يعني ده ماسكين فعلا طبعا عنده ماسكين فعلا والله. كل الاعمار فوق 30 وفي نفس الوقت عدد المحترفين في الدول كلها 70 و80 و100 فبيختار منهم 20 بيبقى الموضوع سهل، مش لسه ناس هبتدي اعلمهم يلعبوا ازاي اللعب الدولي. فالمشكلة كمان برضو عندنا من منتخبات الشباب والناشئين، منتخب الأولمبي، كل المنتخبات دي ما بقتش بتاخد حق خالص مفيش أي منافسات احنا بقينا بنكسب فيها في أفريقيا. دكتور ياسر، درس اتعلمناه من كاس العالم نقدر نطبقه؟ اتعلمنا درس اسمه سكالوني. سكالوني مدرب الفايز بكاس العالم في 2016 كان بيدور على وظيفة من 6 سنين، وراح لنادي هواة وقال لهم انا نفسي ادرب، انا عايز اشتغل، فخلوه يدرب فريق الناشئين للهواة مش فريق محترفين حتى، وفي 6 سنين بقى مدرب الفايز بكاس العالم. ده الدرس اللي انا اتعلمه، انه زي ما ميسي قال انه سكالوني دخل اوضه اللبس واقام حوارات عديده مع اللاعبين، وده يجرنا للقاعده الثانيه، منتخب مصر مش هينجح مع مدرب اجنبي. احنا محتاجين مدرب وطني للمنتخب، لان الكوره مش بس تكتيك ومش بس خطه لعب، الكوره فيها حاجات كتيره جدا وتفاصيل كتيره جدا للمنتخبات حتى بالتحديد، محتاجه مدرب. قلت انتصاراتنا او اجمل انتصاراتنا، بس اللاعب المصري يعني بيحترم المدرب الاجنبي اكتر، بيسمع كلامه. تبقى غلطتنا احنا كاعلام وكاداره ان احنا ما بنقفش مع المدرب المصري. يعني انا شايف انه عندنا في مصر مدربين يصلحوا لقياده المنتخب. اديني اسامي. يعني لا ما يعني مش عايز اقول حد معين، انا مش بتكلم على 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 اسامي، انا بتكلم على مبدا عام، انه يعني بعدين انا لما بدفع 180 الف دولار في الشهر لمدرب اجنبي ايا كان قيمته ومكانته، سكالونيا مدرب منتخب الارجنتين ما كانش له لا تاريخ ولا له سي في. المدرب المصري ما حدش بيقف معاه خالص بالظبط. انت شفتوا تجربه كابتن قعد اسبوعين. وعايز اقول لحضرتك ان لما اختاروا سكالوني
الناس كلها وقفت ضد الاتحاد الارجنتيني. بس يعني انت شفت تجربه ايهاب جلال، مين مين هيعرض نفسه مستحيل للي حصل لايهاب جلال؟ دي اهانه بعد وحيد خليل وزيتش مثلا. وعلى فكره اسكالوني ده تاني اصغر مدرب في العالم، يعني 44 سنه. ده في 2006 اسكالوني كان احتياطي لميسي. دكتور ياسر بس انت حضرتك هنا، احنا انت ما بتاهلش المدرب، ما بحمينهوش. لا بتاهله ولا بتاهله الاثنين. واسكالوني يوم بعد ما كان، هل حد مثلا جاب سيره منتخب السيدات؟ لا ما نعرفش عنه ولا نعرف عنه حاجه. افريقيا كلها واوروبا كلها خلاص الموضوع بقى في الانديه وفي كل في الاخر اهم حاجه ان احنا ندي اهل الكفاءه مش اهل الثقه. صح، يعني في كل المجالات، في كل المجالات بقى صراحة. احنا لو ابتدينا في اي حاجه بس شكرا، نجيب احسن واحد في مكانه ونمسكه، مش نجيب الحد اللي هينقلنا الاخبار والحد اللي هي الكفاءه. موجودين والله، موجودين كتير، موجودين كتير زي ما الدكتور ياسر قال. لا موجودين شباب كتير جدا في كل المجالات عندهم كفاءه كبيره جدا، بس احنا يعني نديهم فرص. على ذكر سكالوني لما خد كاس العالم المدرب الارجنتين وقف كده 3 دقائق، كلنا فاكرين بقى انه هيجري ينط، وقف 3 دقائق باصص كده حواليه مش مصدق اللي بيحصل، لانه طبعا جاء من بعيد، لانه يعني هو ما كانش هيتخيل انه كان مش لاقي شغلانه. وبعدين ده بقول لحضرتك هو لعب مع ميسي، لعب كان احتياطي لميسي في كاس العالم. هي تجربتين سكالوني ورجراجي. اظن ان احنا محتاجين قبل ما نختم بس عايز اقول لحضرتك تجربه ناخدها نتعلمها من انجلترا الاسبوع اللي فات، لما في نجم سينما اسمه ريان رينولدز مشهور جدا، راح اشترى السنه اللي قبل اللي فاتت دوري نادي في الدوري الانجليزي في الدرجه الخامسه اسمه ريكسهام. فالفريق، فالناس افتكروا انه ممثل كوميدي وشاري نادي، فيعني هتبقى الحكايه هزار وضحك وكده. فاما عملوا موسم سيء جه الممثل ده اللي هو صاحب النادي وطرد 11 لاعب مره واحده من النادي، وقال تصريح مهم جدا، قال انه لاعب الكوره ان ما كانش هو حريص على مستقبله انا مش هكون اكتر منه حرصا على مستقبله، واللاعب اللي مش ملتزم يمشي. فمشى ال 11 وعمل فريق جديد، والفريق ده لعب كويس قوي السنه اللي فاتت، لدرجه انه من اسبوع الملك تشارلز راح زاره في النادي في ويلز وشكره على انه عمل هذه التجربه اللي اتعلم منها بتوع الكوره الانجليزي. اتمنى ان احنا نتعلم من كل هذه الدروس، يعني البحث عن مشروع كروي ده موضوع أمن قومي زي ما بقول، لأنه الحقيقة هذا هو بناء الإنسان. وهو لو إحنا عايزين الكرة، المصريين بيموتوا في كرة القدم، عايشين بيتنفسوا كرة قدم. صحيح عندنا لعبات تانية مهمة، لكن فعلا كرة القدم بالنسبة لنا أمر آخر. أتمنى أن إحنا نجد أو نبدأ بدايات هذا المشروع، لأن الوقت بيجري. مش عايزين يجي لنا بقى كاس العالم الجاي ونقول أوبس اكتشفنا كاس العالم. شكرا يا كباتن وشكرا يا دكتور، واشوفكم بكره باذن الله. بهدي لميس الحديد، احييكم، تصبحوا على خير.